الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. معاكم دكتور إيهاب الرفاعي. محاضرتنا النهاردة إن شاء الله هتكون عن موضوع من أخطر الموضوعات في طب الأطفال إن لم تكن أخطرها على الإطلاق. Why it's a very important topic. هتقدروا مدى أهمية الموضوع لما تتعرفوا على بعض الحقائق المرعبة. أولاً, regarding the epidemiology, asthma is the most common chronic disease of childhood. نقول أرقام. Prevalence يتراوح between 10 and 15%. وفي بعض الدول أعلى من كده. يعني مثلاً في استراليا 18%. في السعودية البريفلنس 25%. في دول زي أوروغواي والبرازيل النسبة تقترب من 30%. في 300 مليون أزماتيك على مستوى العالم. في one child hospitalized with asthma attack every 8 minutes. شفتوا قد إيه الأرقام مرعبة بالنسبة للإبيديميولوجي؟ طيب تعالوا بقى regarding the diagnosis. المفاجأة الأولى, it is astonishing that in 21st century there is no test your child can take to tell if he is definitely asthmatic or not. يعني لحد دلوقتي وإحنا في القرن الحادي والعشرين مفيش reliable test, no single reliable test يقدر يقول لك الحالة دي أزمة or not. المفاجأة الثانية, doctors are over-diagnosing asthma in children. Doctors are over-diagnosing asthma in children. وكل الدراسات الحديثة أثبتت هذا الكلام. على سبيل المثال, دراسة كانت في استراليا, شافوا 100 طفل جايين بكرونيك كاف اللي احنا اتكلمنا عليه المحاضرة اللي فاتت, وعملوا لهم extensive investigations. شوفوا المفاجأة كانت ايه. Before investigation كان 50% diagnosed as asthma. ده قبل الانفستيجيشن. طب after investigation, after investigation only 5% were actually asthmatic. من 50% اتضح ان 5% بس اللي كانوا actually asthmatic. دراسة تانية في هولندا وجدت half of all children asthma cases are overdiagnosed. 50% من حالات الأطفال اللي بتتشخص إنها أزمة كانت over diagnosis. طيب تعالوا بقى regarding the treatment. بالإضافة إلى over diagnosis اللي بيحصل ده, عندنا مشكلة في التريتمنت. Most children with asthma are inappropriately treated. يا إما إن بيحصل over prescription of reliever medications أو بيحصل under prescription of controller medications. الأعجب من كل ذلك أنه هذه الأخطاء المخجلة في التشخيص والعلاج, والكلام ده يا جماعة باي ستادز معمولة برة مش عندنا في مصر, ده الكلام ده برة هم اللي بيقولوه. فهذه الأخطاء المخجلة اللي بتحصل في تشخيص وعلاج البرونكيال أزمة بتحصل على الرغم من وجود مالتيبل جايدلاينز. يعني يمكن أكتر مرض معمولة له جايدلاينز هي البرونكيال أزمة. أقدمهم وأشهرهم على الإطلاق هي الجينا guidelines. جينا ده اختصار Global Initiative for Asthma اللي هي المنظمة العالمية للرب, ودي نشأت سنة 1993 by collaboration between WHO والناشونال Lung Heart and Blood Institute في أمريكا, وبتطلع guidelines بتاعتها سنويا. عندنا كمان في بريطانيا عندنا الميس guidelines. نايس اختصار National Institute for Health and Care Excellence. مش كده وبس, ده بريطانيا بتطلع كمان ال BTS والساين guidelines اللي هم بتوع British Thoracic Society. يعني في 2 guidelines بيطلعوا في بريطانيا لوحدها. عندنا كمان الاستراليان guidelines, عندنا كمان الجابانيز guidelines, عندنا الشاينيز guidelines, وحتى في الدول العربية مؤخرا كمان السعودية عملت
منظمة سعودية للرب, ولما انتشر المرض عندها انتشار رهيب, فعندنا السينا جايدلاينز, سينا اللي هي سعودي انيشيتيف فور أزمة. فواضح انه كل هذا الكم من الجايدلاينز عمل confusion and uncertainty for the clinicians, واصبح الموضوع غير محدد غير منظم, مما ادى الى هذا الconfusion and this uncertainty, وبالتالي لم تحقق هذه المالتيبل جايدلاينز الهدف اللي اتعملت علشانه. ولذلك توحيد الجايدلاينز يا جماعه الحقيقه مهم جدا جدا جدا. وكانت المبادره من بريطانيا لما النايس والبريتش توراسيك سوسايتي اتحدوا مع بعض وعملوا بقى احدث الجايدلاينز اللي وصلتني الشهر اللي فات, هي نازله في نوفمبر 2017, وهي جايدلاينز اكتر من رائعه, لانها الحقيقه في رايي هتعمل ثوره في عالم التشخيص والعلاج بالنسبه للبرونكيال ازمه, زي ما هنشوف دلوقتي لما نخش التفاصيل الموضوع. المهم البدايه دي انا كان هدفي منها ان انا اوصل لكم ازاي الموضوع ده في منتهى الاهميه. فنحاول نركز يا جماعه علشان من خلال المحاضره دي نقدر بقى نمشي على الطريق الصحيح ان شاء الله. بدايه احنا موضوعنا اسمه ايه؟ اسمه Management of Pediatric أزمة. عندي كلمتين في العنوان محتاج ان انا اسلط الضوء على المعنى الدلالي ليهم, كلمة Management وكلمة أزمة. كلمة Management, هل المانجمنت هو التريتمنت ولا في فرق يا جماعة؟ Management versus Treatment. Treatment يعني علاج المرض, Management لا, كلمة اكثر شمولية. Management تعني the overall strategy including treatment زائد pre and post treatment aspects. يبقى المانجمنت مش مجرد التريتمنت, المانجمنت يعني التريتمنت زائد ما قبله وما بعده. ما قبل التريتمنت اللي هو ايه؟ الدايجنوزس, وما بعد التريتمنت اللي هو البروجنوزس and follow up. يبقى management كلمة أكثر شمولية معناها the overall strategy including treatment and pre and post treatment aspects. Pre-treatment aspect اللي هو diagnosis, post-treatment aspect اللي هو prognosis and follow-up. يبقى أنا دلوقتي بشخص العيان وبعدين بعالج العيان وبعدين بعمل follow-up للعيان. ده بالنسبة لكلمة management. نيجي بقى لكلمة أزمة. الأول هي أزمة بالإس ولا أزمة بالزد؟ الحقيقة بالنسبة للبرونونسيشن البريتش إنجليش بيقولوها أزمة والأمريكان إنجليش بينطقوها أزمة, يبقى النطقين صح, ده بريتش أزمة وده أمريكان أزمة. طيب what is the origin of the word أزمة؟ التسمية دي حرفيا معناها إيه وجات منين؟ كلمة أزمة يا جماعة هي كلمة يونانية الأصل, معناها الحرفي to exhale with open mouth يعني panting لهاف. أول من أطلقها كان الطبيب اليوناني الأشهر الملقب بأبو الطب اللي هو أبو قراط. ده أول واحد أطلق كلمة أزمة من حوالي 400 سنة قبل الميلاد. فأطلقت هذه الكلمة من قبل أبو قراط to describe any patient with breathlessness, dyspnea, respiratory distress due to any cardiopulmonary problem. دي البداية. ظلت القصة على هذا المنوال حتى أوائل القرن ال 19 when it was recognized as a unique airway disorder characterized by bronchospasm. يبقى أوائل القرن 19 اتحدد الموضوع بقى إنه كلمة أزمة معناها unique airway disorder characterized by bronchospasm, وكان ذلك على يد الطبيب الفرنسي الشهير ريني لانك اللي هو مخترع السماعة الطبية ريني لانك. فمن خلال اختراعه قدر بقى يريكوجنايز الأزمة as a unique airway disorder characterized by bronchospasm.
وبعدين تطور الموضوع بقى على مر السنين بحيث انه the concept of allergic nature of asthma كان في اواخر القرن التسعتاشر. The concept of inflammatory nature of asthma كان في اوائل القرن العشرين. The role of IgE in muscle activation كان سنة 1966. The concept of predominance of T helper 2 cells والreleased cytokine profile الكلام ده اتعرف سنة 1990. الشغل الآن بقى في القرن الحادي والعشرين على الجينيتك analysis of atopic persons بحيث ان هما يقدروا بقى يشتغلوا على مستوى الجينز ويحددوا مين هي الجينيتك ريسك فاكتورز للاتوبي عموما. يمكن اكبر دراسة شغالين فيها بتعمل جينوم اناليسز لحوالي 360 الف طفل، ودي بيشتغلها انترناشونال تيم اساتذة جامعات من امريكا واوروبا واستراليا، ووصلوا حتى الان انه more than 100 genetic risk factors more than 100 genetic risk factors identified to explain development of atopic diseases asthma atopic dermatitis allergic rhinitis more than 100 genetic risk factors. ده بالنسبة للأوريجين of the word asthma ولمحة تاريخية عن مفهوم المرض من بدايته. أول واحد أطلقه أبو قراط 400 سنة قبل الميلاد لحد ما دلوقتي شغالين على الجينيتك أناليسز للموضوع. طيب نبدأ بقى الموضوع بتاعنا وإحنا اتفقنا مع بعض مانجمنت. أول خطوة هي الإيه؟ الدايجنوزيس. ونركز بقى مع بعض في الدايجنوزيس عشان أحللكوا مشكلة الأوفر دايجنوزيس اللي بتحصل دي. والحقيقة الباثوي اللي أنا هقوله لكم للدايجنوزيس أوف أزمة هو الكلام الجديد اللي عملته النايس جايدلاينز من شهرين، وخلت تشخيص البرونكيال أزمة أصبح لي طريق واضح وطريق محدد to avoid the over diagnosis. احنا اتفقنا مع بعض يا جماعة انه في البداية في الكلينيكال براكتس بداية الموضوع ان العيان بيجي لي بكومبلينت، مظبوط؟ فانا جاي لي دلوقتي تشايلد بريسبيراتوري سيمتومز، عايز اعرف هو ازماتيك اور نوت. اول خطوة هي الجود هيستوري، يبقى محتاج ان انا اخد جود هيستوري. جود هيستوري فور ازمة لازم سبيسيفيكالي تشيك فور ما يلي. اولا الترياد المشهور في السيمتوماتولوجي اوف ازمة هو الكاف ويز اند ديسنيا. طيب لقيت اتنين منهم عشان ابدأ ان انا اقول ان العيان ده احتمال كبير يكون ازماتيك، محتاج ان يبقى توفر عندي اتنين من التلاتة دول على الاقل، كاف ويز اند ديسنيا. بس كده لا، في الهيستوري اسأل على any daily or seasonal variation of these symptoms. يبقى مش بس بسأل عن الكاف والويز والديسنيا، لا ده انا بسأل كمان على daily or seasonal variation of these symptoms لان دي characteristic للأزمة. الحاجة التانية اللي اسأل عليها في الهيستوري مهمة جدا، any triggers that make symptoms worse. ايه هي اشهر التريجرز؟ الاكسرسايز، السموكينج، البيتس اللي هي الحيوانات المنزلية الاليفة، الكولد اير، الاكسايتمنت. يبقى سألت عن الكاف ويز اند ديسنيا، سألت اذا كان في ديلي او سيزونال فاريشن اوف ذيس سيمتومز، سألت على اني تريجرز ذات ميك سيمتومز وورس، اكسرسايز، سموكينج، بيتس، كولد اير، اكسايتمنت، واخيرا منساش اسأل على البيرسونال اور فاميلي هيستوري اوف اتوبي. بيرسونال اور فاميلي هيستوري اوف اتوبي. واضح يا جماعة الثلاث حاجات دول؟ يبقى عندي ترايات اوف سيمتومز، كاف ويز اند ديسنيا، بسأل على ثلاث حاجات مهمين جدا، اني ديلي اور سيزونال فاريشن اوف ذيس سيمتومز، اني تريجرز ذات ميك سيمتومز وورس، ثم بيرسونال اور فاميلي هيستوري اوف اتوبي. ملحوظتين مهمين جدا على الهيستوري. الملحوظة الأولى، قانون عايزين نرسخه في الأذهان. قانون، القانون بيقول إيه؟ Don't use symptoms alone without an objective test to diagnose asthma. إيه يا جماعة؟ تشخصوا الأزمة بالسيمتومز لوحدها مهما كانت قوة هذه السيمتومز.
مهما كانت قوتها don't use symptoms alone without an objective test to diagnose asthma. مين هو الأوبجكتيف تيست؟ هنقول بعد شوية لما هنتكلم في الانفستيجيشن. فدي أول ملحوظة أو قانون بنحطه دلوقتي. Don't use symptoms alone without an objective test to diagnose asthma. الملحوظة الثانية على الهيستوري. Don't use history of atopy alone to diagnose asthma. ملحوظتين دول في منتهى الأهمية لأن هم دول اللي بيعملوا الأوفر دايجنوزز يا جماعة. إن واحد يشخص أزمة بالسيمتومز لوحدها أو واحد يشخص أزمة بالهيستوري أوف أتوبي لوحده، لا دي تشخص لوحدها ولا دي تشخص لوحدها، ولا بد من إيه؟ لا بد من أوبجكتيف تيست. طيب خلصت المصفة بتاعة الهيستوري، أبدأ بقى أخش بالمصفة التانية اللي هي مصفة الإيه؟ مصفة الإكزامينيشن. إكزامين تشيلدرن with suspected asthma to identify إيه؟ يعني الحاجة المميزة في الأزمة هي الإكسبيراتوري سيبيلانت ويز، ولكن it's not diagnostic. ليه؟ لأنه إذا كان تقريبا 50% من الأطفال develop wheezy chest في السنة الأولى من العمر، ف 20% بس منهم هم اللي بيطلعوا أزماتك والباقيين لا، يبقى إذن this is not diagnostic. النقطة الثانية المهمة يا جماعة في الإكزامينيشن غير الويز، اوعوا تنسوها، دايما تدور في الإكزامينيشن على signs of other causes of respiratory symptoms اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الكرونيك كاف. فدايما تدور على signs of other causes of respiratory symptoms. واحد عنده failure to thrive، واحد عنده clubbing، واحد عنده recurrent fever وهكذا، علشان ما تروحش مني ال alternative diagnoses. طيب الملحوظة المهمة عن الexamination بتقول ايه؟ بتقول even if examination results are normal, the child may still have asthma. Even if examination results are normal. يبقى إذن الفحص الإكلينيكي لو سليم مفيش abnormal findings، هذا لا يعني أن الطفل مهوش أزماتك. تمام كده؟ طيب خدنا history، عملنا clinical examination، أبدأ بقى أخش على الإيه؟ على الinvestigations. أول خطوة يا جماعة بنعملها طالما الحالة دي أنا suspecting إنها أزماتك، أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أعمل spirometry. لا بد من عمل spirometry لكل الحالات اللي جيالي بsymptoms suggestive of asthma. spirometry pulmonary function tests. طيب spirometry ده هيطلع لي إيه؟ هيقول لي إن symptoms دي سببها إيه؟ airway obstruction. يبقى لو لقيت، هنقول طبعا تفاصيل بعد شوية بس خلينا أخلص الباثوي الأول. لو أنا لقيت السبيرومتري طلع لي obstructive pattern، ساعتها على طول أشوف هل هذا obstructive pattern reversible or not، أو مدي للعيان bronchodilator وعيد تاني pulmonary function. يبقى لو لقيت السبيرومتري اداني obstruction، ساعتها consider bronchodilator reversibility test، برونكو دايليتور ريفرسيبيليتي تيست بي دي ار تيست. طيب لما هعمل السبيرومتري والبي دي ار تيست عندي كام احتمال؟ عندي 3 احتمالات. الاحتمال الاول بوزيتيف، ان السبيرومتري طلع لي اوبستراكشن اند ذس اوبستراكشن ريفرسد بالبرونكو دايليتور، يعني بقول بوزيتيف برونكو دايليتور ريفرسيبيليتي تيست، ذس از ذا فيرست بوسيبيليتي. الاحتمال الثاني نيجاتيف، يعني من الاول ما طلع ليش obstructive pattern لما عملت spirometry، او طلع obstructive pattern ولكنه not reversed لما اديت برونكو دايليتور. يبقى ده الاحتمال الثاني، انه spirometry and BDR test negative. طب الاحتمال الثالث اللي هم الاطفال الاقل من 5 سنوات اللي انا مش هقدر اعمل لهم spirometry اصلا لان هم non-compliant، لان spirometry محتاج حد يبقى compliant. فلو طفل اقل من 5 سنوات يبقى كده الاسبيرومتري unable to be done. يبقى عندي 3 احتمالات بالنسبة للاسبيرومتري، يا positive يا negative يا unable to do. unable to do هنرجع لها تاني في الاخر، خلينا دلوقتي positive و negative. spirometry shows obstruction، BDR test اللي هو bronchodilator reversibility test
بوزيتيف. يبقى الحالة دي ايه؟ على طول دايجنوز أزمة ويديله الختم بتاع الأزمة. يبقى كده الحالة دي اتشخصت. تمام؟ طيب نيجاتيف، دي كانت المعضلة بقى، انه أزماتك، ودي كومن فايندينج على فكرة. السبيروميتر يا جماعة السنسيتيفيتي بتاعته قليلة جدا، بمعنى انه لو جبت 100 حالة أزماتك 70 منهم هيبقى السبيروميتري بتاعهم نورمال، فالمونري فانكشن تيست هتكون نورمال في 70 من المية دول، فاحتمالية انه يبقى نيجاتيف كبيرة جدا. فالتصرف يبقى ازاي؟ هي دي بقى النقطة اللي حلتها فعلا الجايد لاينز الأخيرة، اللي هي النايس جايد لاينز اللي لسه طالعة من شهرين. حلت المشكلة دي، حلتها ازاي؟ قالت لك العيانين اللي السبيروميتري بتاعهم نيجاتيف هتعمل لهم اختبارين، في تو تيست يا جماعة في منتهى الأهمية هيشخصوا لك الحالات اللي السبيروميتري ما قدرش يشخصها. اتنين لازم الاتنين مع بعض، يعني بديل السبيروميتري ما فيش تيست واحد، لازم الاتنين يتعملوا مع بعض، واتنين سهلين جدا جدا جدا، وبيت سايد تيست ما فيش فيهم أي مشكلة في إن أنا أعملهم. إيه هما؟ الاختبار الأول اسمه فينو تيست، فينو FENO، فينو اختصار فراكشنال اكسهيلد نيتريك اوكسايد تيست، فراكشنال اكسهيلد نيتريك اوكسايد تيست، يعني بقيس نسبه النيتريك اوكسايد اللي طالعه في الاكسبيريشن. فده تيست سهل جدا وهنقول تفاصيل بعد شويه. يبقى اول تيست هعمله فينو تيست، تاني تيست بيك فلو فاريابيليتي تيست، بيك فلو فاريابيليتي تيست. طبعا جهاز البيك فلو ميتر جهاز سيمبل جدا وسهل جدا، بشوف الفاريابيليتي في قياساته. يبقى تعمل الاثنين دول مع بعض، الفينو تيست والبيك فلو فاريابيليتي تيست. عندي كام احتمال؟ برضو ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان الاثنين يطلعوا تيست بوزيتيف، يعني الفينو تيست بوزيتيف، وهنقول ارقام وتفاصيل بعد شويه، الفينو تيست بوزيتيف والبيك فلو فاريابيليتي تيست بوزيتيف. لو الاثنين بوزيتيف اديله الختم بتاع الازمه وتبقى الحاله اتشخصت. طيب افرض انه واحد بس هو اللي بوزيتيف، يعني الفينو تيست بس هو اللي بوزيتيف او البيك فلو فاريابيليتي تيست لوحده هو اللي بوزيتيف، يبقى الوضع ايه؟ الوضع ان انت كده مش قادر اشخص، انا بسسبكت بس ازمه، سسبكت ازمه وهذا يستحق ان انت تبدا له العلاج، بس تبقى تاخد بالك ان انت لازم تو ريفيو ذا دايجنوزس افتر تريتمنت. يبقى هتبدا التريتمنت بس تاخد بالك ان انت لازم تو ريفيو ذا دايجنوزس افتر تريتمنت. طيب الاحتمال الثالث ان الفينو تيست والبيك فلو فاريابيليتي تيست الاثنين نيجاتيف، الاثنين نيجاتيف، لا يبقى انت كده ماشي في سكه غلط، انت السبيرومتري نيجاتيف وبعدين عملت الفينو تيست والبيك فلو فاريابيليتي تيست برضه الاثنين نيجاتيف، يبقى كده كونسيدر الترناتيف دايجنوزيس، لان انت غالبا ماشي في سكه غلط، وبالتالي ريفير بقى الحاله تو سبيشاليست فور اكستنسيف انفستيجيشنز اند ري اسسمنت باي سبيشاليست بالمونولوجيست. واضح يا جماعه الباثوي؟ باثوي واضح ومحدد ومفيش فيه اي كونفيوجن الحقيقه. خلاص بدات سمعت شكوى العيان، قلت العيان ده غالبا ازماتك، عملت اكزامينيشن لقيت او ما لقيتش الويز، ودورت على زي ما قلت لكم ساينز اوف اذر الترناتيف دايجنوزيس، وبعدين بدات الاوبجكتيف تيست. ايه الاسلحه بتاعتي اللي بستخدمها كاوبجكتيف تيست to confirm the diagnosis of asthma؟ أبدأ بالأول بالspirometry and bronchodilator reversibility test. Positive, negative, I'm able to do. Positive ياخد الختم بتاع الأزمة. I'm able to do هنقولها بعد شوية. Negative ما أقولش خلاص ده مش أزمة، لا عندي اختبارين سهلين جدا يتعملوا مع بعض. The pheno test and the peak flow variability test. الاثنين positive ياخد الختم بتاع الأزمة. واحد بس اللي بوزيتيف سسبكت ازمه بس ريفيو ذا دايجنوزس افتر تريتمنت. الاثنين نيجاتيف يبقى الحاله دي غالبا الترناتيف دايجنوزس، يبقى ريفير تو سبيشاليست اسيست. كلام واضح جدا. بالنسبه للسبيرومتري انت قول ان ده اوبستراكتيف باترن، لو لقيت الفورسد اكسبيراتوري فوليوم ان ذا فيرست سكند على الفورسد فايتال كاباسيتي اقل من 70%، يبقى ده اوبستراكتيف سبيرومتري. ساعتها بقوم عامل له ايه؟
بقوم عامل له برونكو دايليتور ريفرسيبيليتي تيست. يعني ايه؟ يعني بديله سابا انهاليشن شورت اكتنج بيتا 2 اجونست انهاليشن واعيد السبايرومتري بعد 15 دقيقه. لقيت الفورسد اكسبيراتوري فوليوم ان ذا ثيرد سكند زادت اكتر من 12%، يبقى ده اسمه بوزيتيف بي دي ار تيست، بوزيتيف برونكو دايليتور ريفرسيبيليتي تيست، لان الفيف 1 زادت اكتر من 12%. طيب التيست الثالث هو الفينو تيست، فراكشنال اكسهيلد نيتريك اوكسيد تيست. امتى اقول بوزيتيف؟ بوزيتيف في الاطفال لو اكتر من 35 بارتس بير بليون. هنقول تفاصيل دلوقتي. يبقى ده الثريشولد ليفل اللي اقول بعديه انه الفينو تيست بوزيتيف اللي لو فوق 35 بارتس بير بليون. بالنسبه للبي فلو فاريابيليتي تيست، امتى اقول بوزيتيف؟ لو الفاريابيليتي اكتر من 20%. بس تاخدوا بالكم انه البيك فلو فاريابيليتي ما باخدش قرايه ولا قرايتين، لا ده لازم ان انا اعمله على مدى 2 تو 4 ويكس. يعني البيك فلو فاريابيليتي عشان يبقى فاليد يبقى مونيتورد فور 2 تو 4 ويكس. لقيت انه معظم القراءات مدياني فاريابيليتي اكتر من 20%، اقول كده ان البيك فلو فاريابيليتي تيست از بوزيتيف. يبقى الاربعه اوبجكتيف تيست اللي انا استخدمتهم، وامتى اقول كل تيست بوزيتيف؟ الاوبستراكتيف سبايرومتري لو فيف 1 على الفورس فيتال كاباسيتي اقل من 70%. البرونكو دايليتور ريفرسيبيليتي تيست لو الفيف 1 زادت اكتر من 12%. الفينو تيست لو الليفل بتاع النيتريك اوكسايد في الاكسبايرد اير اكتر من 35 بارتس بير بليون. البيك فلو فاريابيليتي لازم يبقى مونيتورد فور 2 تو 4 ويكس، واقول بوزيتيف لو الفاريابيليتي اكتر من 20%. طيب ايه الملاحظات بتاعتنا على الانفستيجيشن؟ ودي اخطاء بقى كتير بيقعوا فيها، انه يعمل سكين بريك تيست ويقول لك هشخص بيها الازمه، انه يعمل سيرم اي جي اي يقول لك هشخص بيه الازمه، انه يعمل ايزينوفيلز ان بلاد ويقول لك هشخص بيه الازمه. كل دي خطا. Don't offer the following as diagnostic tests for asthma. لا السكين بريك تيستس تو ايرو الرجنز ار دايجنوستيك تيستس فور ازمه، ولا السيرم توتال اند سبيسيفيك اي جي اي دايجنوستيك تيست فور ازما، ولا البريفيرال بلاد ايزينوفيليا دايجنوستيك تيست فور ازما. امال السيرم بريك تيستس والسيرم سبيسيفيك اي جي اي دول ايه فايدتهم؟ دول تو ايدنتيفاي تريجرز افتر دايجنوزيس اوف ازما هاز بين ميد. شخص الاول ان الحاله ازمه بالانفستيجيشن اللي انا قلت لك عليها، وبعد كده دي سكند ستيب تو ايدنتيفاي ذا triggering agents. واضح يا جماعة؟ طيب تعالوا بقى احكي لكم شوية عن الـ objective tests for asthma. هي ايه المشكلة يا جماعة كانت في الـ investigation بتاع الازمة؟ زي ما قلت لكم في البداية ان no single reliable test for diagnosis of asthma. يعني هي دي المعضلة في التشخيص، ان ما عنديش single reliable test for diagnosis of asthma. وكلمة reliable test يا جماعة reliability بتبقى assessed بإيه؟ reliability assessed by accuracy and reproducibility. accuracy اللي هي sensitivity and specificity. reproducibility يعني إيه التست ده reproducible؟ يعني when repeated on the same sample gives the same result. فلو التست توفر فيه الشرطين دول إنه accurate وانه ريبروديوسيبل، اقول ان هو ريلايبل تيست فور دايجنوز. ما عنديش تيست واحد، وده اللي اتغلبت عليه بقى المايز جايد لاينز لما قالت لي انا مش هعتمد على تيست واحد، انا اعتمدت لو السبايرومتري كان نيجاتيف. هو طبعا السبايرومتري جود بوزيتيف ولكنه ليس جود نيجاتيف، لان مشكله السبايرومتري زي ما قلت لكم انه majority of patients with asthma will have normal spirometry. انا قلت لكم 70% تقريبا من الازماتكس بيبقى عندهم normal spirometry. اذا normal spirometry does not exclude asthma. طب احل المشكله ازاي؟ زي ما اتفقنا بقى ان احنا نعمل الاختبارين دول مع بعض، الفينو تيست والبيك فلو فاريابيليتي تيست. تعالوا بقى اكلمكم شويه عن الفينو تيست اللي هو هيعمل ثوره في التشخيص الحقيقه. النيتريك اوكسيد يا جماعه ثبت انه ماركر اوف ايزينوفيليك تي هيلبر 2 ميدييتد اير واي انفلاميشن. يبقى هو جود ماركر للايزينوفيليك
تي هيلبر تو ميدييتد ايرواي انفلاميشن، يعني الالرجيك انفلاميشن اوف ذا ايرواي، هو ماركر ليهم. فاستفادوا بقى بالمعلومه دي بان هم يعملوا جهاز يقيس الاكسبايرد نيتريك اوكسايد. جهاز سهل جدا جدا جدا. الجهاز ميزته ان هو نون انفيزيف، بورتابل، وزنه حوالي 400 جرام، ايزي تو يوز، مجرد ان هو بيمسك الانبوب بتاعه ويتنفس من خلال بس، والجهاز في خلال 10 سكندز بيقرا نسبه النيتريك اوكسايد في هواء الزفير. تمام؟ ومش بيقراها كبوزيتيف ونيجاتيف، لا، ده بيديك كوانتيتيف ليفل. فدي كلها مميزات للجهاز، انه نون انفيزيف، انه بورتابل، انه ايزي تو يوز، انه كويك 10 ثواني بيديك النتيجه، انه كوانتيتيف. تمام؟ الجهاز ثمنه 1800 يورو. في يمكن 3 اجهزه مشهورين شغالين كويس على مستوى العالم، اشهرهم بتنتجه شركه انجليزيه، والشركه ليها موزعين تقريبا في كل دول العالم، حتى في الدول العربيه. يعني انا لقيت ان ليها موزعين في السعوديه، في الامارات، في الكويت، في البحرين، بره الخليج كمان، في لبنان، في الجزائر، في المغرب. الغريب بقى ان مفيش موزعين للشركه في مصر، حاجه عجيبه جدا. البلمونولوجيست عندنا بيشتغلوا ازاي انا مش عارف. هذا الجهاز ثمنه حوالي 1800 يورو زي ما قلت لكم، يعني 40000 جنيه مصري تقريبا. طيب كده انا استفدت ايه بقى لما انا هعمل الفينو تيست؟ استفدت ان لما الاقي الفينو تيست بوزيتيف، زي ما اتفقنا بوزيتيف يعني ايه؟ بوزيتيف يعني اعلى من 35 بارتس بير بليون في الاطفال، واعلى من 50 بارتس بير بليون في الادلتس. دي الكات اوف فاليوز اللي اقول انه النيتريك اوكسايد هاي او بوزيتيف فينو تيست. استفدت ايه؟ استفدت حاجتين الحقيقه. اول حاجه، I can by this simple test confirm the diagnosis of asthma. في السبايرومتري بتاعهم طلع نيجاتيف، او في اليونج تشيلدرن اللي مش قادرين يعملوا السبايرومتري. هو الحقيقه انت تقدر تعمل الفينو تيست as young as one year age، ولكن لحد دلوقتي الابروفال انه يتعمل من سن 5 سنوات. فا I can confirm the diagnosis of asthma، لان زي ما اتفقنا لما الاقي النيتريك اوكسايد عالي اقول ان في ايه؟ ان في allergic airway inflammation. allergic airway inflammation. يبقى high levels of nitric oxide in the expired air تعني ongoing allergic inflammation in the airway. مش كده وبس، ده انا اقدر استفيد بانه عالي بانه بيقول لي ان الحاله دي هتستجيب لما اديها ستيرويدز، واقدر اتابع الكورتيكوستيرويد ريسبونسيفنس اند ادهيرنس بمتابعه الليفل بتاع النيتريك اوكسايد ان ذا اكسبايرد اير. وبالتالي من اهم الخطوات اللي عملتها النايس جايد لاينز 2017 انها ات ادفوكيتد ا سنترال رول فور ذا فينو تيست ان ذا دايجنوزيس اوف اسما. خلاص، هو ده الفينو تيست يا جماعه، فرق كتير جدا 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 في تسهيل التشخيص لما بتعمله مع البيك اكسبيراتوري فلو ريت فاريابيليتي. الاثنين دول هيحلوا لك مشكله انك تشخص الازمه غلط. طيب انا كنت سبت لكم الجزء بتاع الاطفال الاقل من 5 سنوات، مش كده؟ نرجع له تاني بقى. اتفقنا دلوقتي انا هبدا بعد ما الكلينيكال بيقول لي الحالة دي احتمال كبير تكون أزمة، اتفقت معاكو ان البافوي هيبقى سبايرومتري، برونكودايليتور ريفرسيبيليتي تيست، فينو تيست، بيك فلو فاريابيليتي تيست. بس كانت عندي مشكلة في المجموعة من الأطفال الأقل من 5 سنوات اللي أنا معرفتش أعمل لهم سبايرومتري. فدول الحل فيهم إيه؟ هي المشكلة يا جماعة في المجموعة ديت انه نسبة كبيرة جدا من الأطفال بيبقى جالهم أكتر من مرة ويزي تشيست. يعني تقريبا 50% من الأطفال are reported to have wheezing in the first year of life. والبيرنتس اوف ذيس تشيلدرن اوفن اسك does my child have asthma؟ سؤال كلنا بنوجهه لما صدره زي كذا مرة ويقول لك طيب يعني هو كده أزمة؟ هو هيبقى أزمة؟
الحقيقة العلمية بتقول إيه؟ بتقول إن في 3 phenotypes of wheezy children، يعني الأطفال اللي بيجي لهم wheezy chest في الثلاث سنين الأولانيين من العمر عندي 3 phenotypes منهم. 60% بنقول عليهم transient early wheezers. Transient early wheezers واضح من الاسم انه الويزنج اللي بيحصل لهم ده بيبقى ترانزيانت في المرحلة الاولى من العمر، وغالبا بيختفي قبل 5 أو 6 سنوات، يعني قبل دخولهم المدرسة القصة بتنتهي تماما. هما في الثلاث اربع سنين الاولانيين بيجي لهم recurrent wheezy chest ب recurrent viral upper respiratory tract infection. الريسك فاكتورز اللي بيخلي الاطفال دول بيجي لهم recurrent wheezes، اكتر 2 ريسك فاكتورز ثبتوا هما البريماتوريتي والماتيرنال سموكينج. Prematurity and maternal smoking are the most important 2 risk factors for transient early wheezers. يبقى 60% transient early wheezers. طب ال 40% الباقيين؟ 20% non-atopic wheezers و 20% atopic wheezers او IgE mediated wheezers اللي هم الأزمة. يبقى شفتوا ازاي بقى؟ 50% من الأطفال كان عندهم wheezy chest في الثلاث سنين الاولانيين من العمر، 60% transient early wheezers، 20% non-atopic wheezers، ودول بيطولوا شويه. يعني احنا قلنا transient early wheezers بيتحسنوا قبل سن المدرسه، non-atopic wheezers دول بيتحسنوا على سن اكبر شويه early adolescence 10 12 سنه. اما ال 20% الاخرانيين اللي هم IgE mediated او atopic wheezers دول continue to wheeze during adolescence، وهم دول true asthmatics. طيب انت عرفتني دلوقتي ان مش كل الويزي تشيلدرن بيطلعوا ازمه، ده 20% بس منهم، تمام؟ طب يا ترى ازاي اقدر ان انا اتوقع او اتنبأ بان الطفل ده غالبا هيكون ازماتيك؟ قعدوا يفكروا لحد ما عملوا لنا كرايتيريا زي بالظبط كده فكره الروماتيك فيبر يا جماعه، اتعمل جونز كرايتيريا. فبرضه هنا قال لك احنا هنعمل كرايتيريا وسموها ازمه بريدكتيف اندكس. ازمه بريدكتيف اندكس يتنبأ بالعيان ده غالبا هيبقى ازماتيك اور نوت. الازمه بريفنتيف اندكس عباره عن ميجور كرايتيريا وماينور كرايتيريا، 3 ميجور كرايتيريا و3 ماينور كرايتيريا. وعشان تقول بوزيتيف اندكس سهله خالص، يعني اسهل بكتير من الجونز كرايتيريا. بوزيتيف ازمه بريدكتيف اندكس لو عندك 1 ميجور كرايتيريوم بس، يعني لو 1 ميجور كرايتيريوم بس بوزيتيف، او 2 ماينور كرايتيريا. يبقى 1 اور مور ميجور كرايتيريا و 2 اور مور ماينور واحد منهم. يعني 1 اور مور ميجور كرايتيريا تقول بوزيتيف ازمه بريدكتيف اندكس، 2 اور مور ماينور كرايتيريا تقول بوزيتيف ازمه بريدكتيف اندكس. تمام؟ طيب مين هم الثلاثة ميجور كرايتيريا ومين هم الثلاثة ماينور كرايتيريا؟ الثلاثة ميجور كرايتيريا يا جماعة، نمرة 1 بيرنت ويز أزمة، نمرة 2 بيشنت ويز أتوبيك إكزيما، نمرة 3 بوزيتيف سكين تيست أور بلاد تيست فور إيرو أليرجن. بوزيتيف سكين تيست أور بلاد تيست فور إيرو أليرجن، واحدة من الثلاثة دول تقول بوزيتيف أزمة بريدكتيف إندكس. يبقى لو لقيت احد الوالدين عنده ازمه، لو لقيت الطفل نفسه عنده اتوبيك اكزيما بس تبقى ميديكالي دايجنوز، لو لقيت بوزيتيف سكين تيست او بوزيتيف بلاد تيست فور ايرو اليرجنز. دي الميجور كرايتيريا. طيب الماينور كرايتيريا الثلاثه، ثلاثه ماينور كرايتيريا، نمره 1 ويزنج انريليتد تو كولد، نمره 2 ايزينوفيليا اكتر من 4%، نمره 3 فود الرجي للميلك او الايج او البينات. اختاروا الثلاثه دول لان هم الموست بريفالنت الرجنز وليهم اسوسيشن جامده جدا مع الازمه. فاذا عندي 3 ميجور كرايتيريا وعندي 3 ماينور كرايتيريا، لقيت واحده ميجور او لقيت 2 ماينور قلت ان ده بوزيتيف ازمه بريدكتيف اندكس. طب بوزيتيف ازمه بريدكتيف اندكس ايه الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعه؟ الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف بوزيتيف ازمه بريدكتيف اندكس ان يقول لك ان this wheezy child has 80% chance that it would have
have a definite diagnosis of asthma when entering his first grade. إنه على سن المدرسة اللي عندك فعلا هتقدر توصل لديفينيت دايجنوزيس اوف أزمة. يبقى من الأول تبقى عينك عليه ومن الأول ما يبقاش مسد منك. واضح يا جماعة؟ يبقى عرفنا إن نجاوب السؤال اللي كانوا الدكاترة بيحتاروا يجاوبوا الأب أو الأم إزاي لما بيجي لهم طفل عمره سنة ولا سنتين وبيزيق، أقول له ده غالبا أزمة ولا لأ؟ In this age group أحسن وسيلة هي الأزمة predictive index applied to children below 3 years جالهم 4 أو أكتر wheezing episodes، بس تبقى documented، يعني ما تعتمدش على الهيستوري بس، لازم يكون في دكتور شاف وقال إن ده wheezing episode. يبقى children below 3 years with 4 or more documented wheezing episodes in the last year، إنه في آخر سنة جالوا 4 أو أكتر documented wheezing episodes. ساعتها أقول تعالوا نشوف بقى الأزمة predictive index positive ولا negative. دور على الثلاثة major criteria: parent with asthma, patient with atopic eczema, positive skin or blood test for aeroallergen. دور على الثلاثة minor criteria: wheezing unrelated to cold, eosinophilia أكتر من 4%, food allergy to milk أو egg أو peanut. لو لقيت 1 major أو لقيت 2 minor ده معناه 80% chance that the child would have a definite diagnosis of asthma at school entry. واضح؟ كده يا جماعة حلينا مشكلة التشخيص اللي كان معضلة وأزمة وعامل جرائم في البراكتس، diagnosis of bronchial asthma بباثوي سهل وواضح ومحدد، ويا ريت نلتزم بيه، هيفرق معانا كتير قوي 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 ان احنا نتفادى اخطاء التشخيص لهذا المرض. ناخد بريك 1 مينيت ونرجع نكمل في التريننج. نكمل يا جماعة بقى التريتمنت. الحمد لله احنا كده وضحنا الباثواي فور دايجنوزيس اوف برونكيال ازمة بطريقة واضحة وصريحة ولا مجال للبس فيها. طيب نعالج بقى العيان. ايه هدفك من علاج البرونكيال ازمة؟ What are the long term goals of asthma management؟ هدفين. الهدف الاول symptom control، بس كده؟ لا، في هدف تاني مهم جدا، ريسك ريدكشن. يبقى عندي هدفين محتاج ان انا احققهم: symptom control to maintain normal activity level، ونمره 2 ريسك ريدكشن. ريسك ريدكشن لايه؟ للبور فيوتشر اوت كام. اللي هو ايه البور فيوتشر اوت كام اوف ازمة؟ اللي هو recurrent exacerbations او fixed airflow limitation أو medication side effects. محتاج أقلل الريسك فاكتورز اللي توصلني لهذا البور فيوتشر أوتكم، إن يحصل recurrent exacerbations أو fixed airflow limitation لا يتحسن ويبقى ثابت معايا طول الوقت، أو يحصل له medication side effects. يبقى كده هينطرح عليا سؤالين: how to assess the level of symptom control؟ والسؤال الثاني: مين هي الريسك فاكتورز for poor future outcome of asthma؟ دول سؤالين لازم تجاوب عليهم لما يجيلك اي عيان ازمتك قبل ما تعالجه، لان اصلا خطة العلاج هتعتمد على اجابة السؤالين دول. نبدأ بالسؤال الاول اللي هو how to assess level of symptom control.
بأسس الليفل اوف سيمتوم كنترول بان انا بسأل العيان اربع اسئلة عن حالته في اخر اربع اسابيع. اربع اسئلة عن حالة المريض في اخر اربع اسابيع. ايه هما الاربع اسئلة؟ بسأل عن الديلي سيمتومز، السؤال الثاني نوكتورنال سيمتومز، السؤال الثالث يوز اوف ريليفرز، السؤال الرابع اني اكتيفيتي ليميتيشن. اربع اسئلة. طيب نشوف سؤال سؤال كده. السؤال الاول ديلي سيمتومز بتحصل له يومين او اكتر في الاسبوع. السؤال الثاني نوكتورنال سيمتومز بتحصل له ليلتين او اكتر في الشهر. السؤال الثالث يوز اوف ريليفر بيستخدم الريليفر يومين او اكتر في الاسبوع. السؤال الرابع اني اكتيفيتي ليميتيشن، بيغيب عن المدرسة، ما بيقدرش يلعب وهكذا. فمن خلال الاربع اسئلة دول كل سؤال بتجاوب عليه يس ياخد 1 سكور، نو ياخد 0 سكور. طلع ان التوتال سكور بتاع الاربع اسئلة دول مفيش 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 مفيش، يبقى السكور 0، اقول عليه ويل كنترولد. طلع ان في اجابة بيس على سؤال او 2، يعني السكور 1 او 2، يبقى ده بارتلي كنترولد. طلع انه 3 او 4 من الاسئلة تمت الاجابة عليهم بيس، يبقى السكور هنا 3 or 4، يبقى ده uncontrolled. يبقى assessment of level of symptom control of asthmatic patient باربع اسئلة عن حالة المريض في اخر اربع اسابيع، سكور 0 اقول عليه well controlled، سكور 1 or 2 اقول عليه partly controlled، سكور 3 or 4 اقول عليه uncontrolled. في اسهل من كده يا جماعه؟ القصه بقول لكم بقت سهله جدا. طيب ده السؤال الاول اجبنا عليه. عايزين نجاوب على السؤال الثاني اللي هو What are the risk factors for recurrent exacerbations؟ ايه هي الريسك فاكتورز؟ الريسك فاكتورز 10 حاجات لازم تدور عليهم في كل عيان، لانه وجود واحد او اكتر منهم هيفرق معايا جدا في خطه العلاج. ايه هم العشرة ريسك فاكتورز بقى؟ هنقسمهم ثنائيات عشان يبقى سهل نحفظها. الاثنين الاولانيين uncontrolled symptoms وحدوث one or more severe exacerbation في اخر سنة. وكلمة severe exacerbation يعني استدعت دخوله المستشفى. يبقى لو واحد عنده uncontrolled symptoms، لو واحد جاله one or more severe exacerbation في last year، دول اثنين ريسك فاكتورز. الاثنين التانيين smoking obesity. smoking طبعا سواء active or passive smoking والobesity، ادي ثلاثة واربعة. خمسة وستة في الريسك فاكتورز ايرو اليرجن اكسبوجر و confirmed food allergy. يبقى وجود ايرو اليرجن اكسبوجر او وجود confirmed food allergy دول ريسك فاكتورز. سبعة وثمانية، سبعة وثمانية psychological problems و socio-economic problems. تسعة وعشرة low forced expiratory volume in the first second below 60%، وعشرة sputum eosinophilia positive. يبقى دول العشرة risk factors for recurrent exacerbation. وجود واحدة او اكتر منهم هتفرق معايا جدا في خطة العلاج زي ما هنشوف بعد شوية. يبقى انا دلوقتي جاوبت سؤالين، اول ما شخصت العيان ابدا اجاوب على السؤالين دول. السؤال الاول assess level of symptom control، وتقول لي العيان ده well controlled ولا partly controlled ولا uncontrolled. السؤال الثاني العيان ده عنده risk factors for exacerbations ولا ما عندوش، وتدور على العشر حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم: uncontrolled symptoms، one or more severe exacerbation in the last year، smoking، obesity، aeroallergen exposure، confirmed food allergy، psychological problems، socioeconomic problems، low forced expiratory volume for a second below 60%، and sputum eosinophilia. بعد ما جاوبت على السؤالين دول هنبدأ نعالج بقى، تمام؟ هنقول خطة العلاج. بس قبل ما اقول خطة العلاج عايز بس مبدئيا تعرفوا الأزمة medications اللي احنا هنعالج بيها كان بي كلاسيفايد الى كام مجموعه يا جماعه؟ كله بيقول تو جروبس، لا هم مش تو جروبس،
عشان نفهم الموضوع كويس بتاع العلاج، في ثلاثة كاتيجوريز للأزمة ميديكيشنز. يبقى كام كاتيجوري للأزمة ميديكيشنز؟ 3 كاتيجوريز. المجموعة الأولى بنقول عليها ريليفر، واسمها الثاني ريسكيو ميديكيشن. يبقى دي أدوية إسعافية، ريليفر أو ريسكيو ميديكيشن، ودي بتتاخد as needed to relieve symptoms. يبقى ما بمشيش عليها على طول يا جماعة، ده أنا باخدها بس عند اللزوم. اللي هم مين الريليفر ميديكيشنز؟ اللي هم بنقول عليهم سابا. سابا اختصار short acting beta 2 agonists. يبقى ريليفر ميديكيشنز اللي هم سابا short acting beta 2 agonists، ودول لبعض العينين ولا كلهم؟ for all patients. يتاخدوا على طول ولا عند اللزوم؟ عند اللزوم as needed. طيب دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية، المجموعة الثانية اسمها controller، أو اسمها الثاني preventer medications. controller أو preventer medications دي بقى بتتاخد on regular daily basis. ليه باخدها on regular daily basis؟ عشان أقلل الـ airway inflammation، وعلشان أقلل الـ risk of exacerbation. يبقى عشان أقلل الـ airway inflammation وأقلل الـ risk of exacerbation، محتاج regular daily basis of controller medication. اللي هو غالبا مين الـ controller medication؟ غالبا inhaled corticosteroids، بخاخة الكورتيزون. ودي بتتاخد for most patients. most patients. طب مين المجموعة الثالثة؟ المجموعة الثالثة، يبقى المجموعة الأولى reliever medications، المجموعة الثانية controller medications. طب المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة اسمها add-on therapies. add-on therapies، وبقول عليها therapies مش medications، لأن منها حاجات دوائية ومنها حاجات غير دوائية. يعني في منها حاجات دواء ومنها حاجات مش دواء، زي ما هنقول في التفاصيل. ال add-on therapies دي معناها إيه؟ معناها إن ده علاج إضافي، ما ينفعش يتاخد لوحده، ده انا بضيفه على الستاندرد كنترولر في حالات المودريت تو سيفير ازمه. يعني حالات المودريت تو سيفير ازمه اللي الانهيلد كورتيكوسترويد لوحده مش قادر يسيطر عليها، ساعتها بحتاج حاجه اسمها ايه؟ اد اون ثيرابي. اد اون ثيرابي هنقول ايه تفاصيل اد اون ثيرابي في النهايه. يبقى ثلاث مجموعات من ادويه البرونكيال ازمه يا جماعه: reliever medications for all patients اللي هم سابا، controller medication for most patients اللي هم الانهيلد كورتيكوستيرويدز، واخيرا add-on therapies for some patients. خلاص دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه قبل ما نتكلم عن تفاصيل خطه العلاج، الحقيقه التريتمنت guidelines في الفتره الاخيره فلسفتها اختلفت تماما عن قبل كده، تقريبا من 2012، وبقت واضحة قوي في الجايد لاينز الأخيرة بتاعة 2017 إنه اختلفت فلسفة التريتمنت جايد لاينز في نقطتين جوهريتين عما سبق. نركز يا جماعة في النقطة دي، بقول لكم في حاجتين أساسيتين خلت التريتمنت جايد لاينز بتختلف دلوقتي عن زمان. إيه هما النقطتين دول؟ النقطة الأولى، أصبحت خطة العلاج بتعتمد على الـ level of control rather than the severity of symptoms. level of control rather than the severity of symptoms. يعني زمان كان يجي يقسم العيان هو intermittent ولا mild persistent ولا moderate persistent ولا severe persistent، وبناء عليه عالج. لا، دلوقتي احنا بنعمل العكس، ده احنا بعد ما بنعالج بنعرف العيان ده حقيقته ايه، هو mild ولا moderate ولا severe. يعني هذا الاسسمنت للسيفيريتي اوف ازمة از كرونيك ديزيز بيبقى retrograde assessment بناء على الاستجابة على العلاج، مين العلاج اللي ظبطه، وبناء عليه اقول هو mild persistent ولا moderate persistent ولا severe persistent ولا intermittent، زي ما هنقول بعد شوية. فأصبحت خطة العلاج يا جماعة تعتمد على level of control اللي احنا لسه قلنا بنجاوب عليه ازاي، rather than the severity of symptoms. What's called control based management cycle. يعني خطة العلاج دلوقتي ملخصها الجملة دي، control based management cycle. السايكل دي ماشية ازاي؟ أول حاجة assess level of control، تاني حاجة adjust treatment،
ثالث خطوة review الريسبونس وهكذا. بمشي في السايكل دي. It's a continuous cycle driven by the level of asthma control in the patient. يبقى دي النقطة الجوهرية الأولى اللي اختلف فيها اختلفت فيها فلسفة التريتمنت جايد لاينز عن زمان، ان خطة العلاج تعتمد على الليفل اوف كنترول rather than a severity of symptoms. النقطة الثانية المهمة جدا، زمان كانوا بيقولوا الانترميتنت ازمة ياخد ريليفر ميديكيشن الون without controller ميديكيشن. دلوقتي اختلف الكلام تماما، دلوقتي بيقول لك ادي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويدز مع سابة طبعا as needed، بس لازم كل العيانين هياخدوا لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويدز. Give low dose inhaled corticosteroids for all asthmatic patients. حتى لو intermittent، حتى لو intermittent symptoms. حتى لو recent onset symptoms، حتى لو recent onset symptoms. ده الكلام الجديد يا جماعة في كل الـ guidelines. يعني بدأته الـ GINA guidelines وأكدت عليه الـ MICE guidelines. إنه low dose inhaled corticosteroids should be given for all asthmatic patients even those with intermittent symptoms or recent onset symptoms. والكلام منطقي لانه في chronic airway inflammation موجود في كل العيانين دول، حتى لو هو intermittent symptoms، حتى لو هو recent onset symptoms. فهمنا النقطتين دول؟ دول النقطتين الاساسيتين اللي التريتمنت guidelines فلسفتها اختلفت عن قبل كده في النقطتين دول، ان خطة العلاج تعتمد على level of control rather than the severity of symptoms، وانه ادي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد لكل الازماتيك بيشنتس. خلاص كده؟ طيب يبقى دلوقتي القاعده في العلاج اني هبدا لكل الحالات بستيب 2. ستيب 2 اللي هي ايه؟ ستيب 2 اللي هي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، ريجولار ديلي دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد زائد سابا از نيدد كريليفر ميديكيشن. تمام؟ كلهم هبدا لهم كده، ما عدا حالات قليلة جدا 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 few cases هم اللي يخرجوا من نطاق هذه القاعدة. الفيو cases دول في بعضهم هبدأ لهم بستيب 1 وفي بعضهم هبدأ لهم بستيب 3. يعني أنا في الأغلب الأعم ببدأ بستيب 2. تمام؟ إمتى أبدأ بستيب 1؟ ستيب 1 يعني إيه؟ يعني مفيش كنترولر وبدي بس الريليفر as needed. طب وستيب 3 يعني إيه؟ ستيب 3 لا ما بديش لو دوز، يا بعلى بالدوز تبقى مودريت دوز، يا اما بدي معاها حاجه تانية زي ما هنقول دلوقتي. ففيو كيسز هم اللي هبدا لهم بستيب 1 وفيو كيسز هم اللي هبدا لهم بستيب 3، انما القاعده ان كل الحالات ببدا لها بستيب 2. طيب مين الفيو كيسز اللي هبدا لهم بستيب 1؟ عيان عنده مش انترميتنت سيمتومز بقى، انفريكوينت انترميتنت سيمتومز. شوف ازاي انفريكوينت انترميتنت سيمتومز عشان ابدا له بستيب 1، ان هو ما ياخدش كنترولر خالص، ما بدالوش بلو دوز انهيلد ستيرويد، اديله بس ريليفر ميديكيشن از نيدد، يكون عنده انفريكوينت انترميتنت سيمتومز. يعني ايه انفريكوينت انترميتنت سيمتومز؟ قال لك يعني الديلي سيمتومز او احتياجه للشورت اكتنج بيتا 2 اجونست يكون مره او مرتين في الشهر، او اللي عنده نوكتورنال سيمتومز مره او اقل في الشهر. يبقى ديلي سيمتومز مرتين او اقل في الشهر، Nocturnal symptoms مرة أو أقل في الشهر، ده اللي بنقول عليه infrequent intermittent symptoms. بس كده؟ لا، بشرط ما يكون ما يكونش عنده risk factors for exacerbation اللي احنا قلنا عليهم دول. شو بقى ازاي؟ عشان العيان ده تعالجه بدون low dose inhaled steroid لازم يكون infrequent intermittent symptoms وما عندوش risk factors for exacerbation. طب انت بقى له بستيب أعلى اللي هي step 3. أبدأ بستيب 3 لو هو من الأول عنده severe persistent symptoms، يعني السيمتومز بتاعته الديلي سيمتومز بتحصل on most of the days of the week، والنوكتورنال سيمتومز والأويكنينج بيحصل مرة أو أكتر في الأسبوع مش في الشهر. يبقى السيمتومز بتصحيه من النوم بالليل مرة أو أكتر في الشهر، والديلي سيمتومز معاه معظم أيام الأسبوع، بس كده؟ لا، وعنده any risk factors for exacerbation. ده ما تضيعش وقتك بقى وتبدا بستيب 2، ابدا بالستيب الاعلى اللي هي ستيب 3. واضح يا جماعه الكلام؟ القاعده الان في العلاج اني هبدا لكل الحالات بستيب 2 اللي هي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس سابا از نيدد،
يستثنى من هذه القاعدة few cases. هبدأ بستيب 1 لو العيان infrequent intermittent symptoms plus no risk factors for exacerbation. هبدأ للعيان بستيب 3 if the patient has severe persistent symptoms plus any risk factors for exacerbation. واضح الكلام؟ طيب تعالوا بقى نبدأ نقول القواعد العامة للعلاج قبل ما نقول خطوات العلاج. في قواعد عامة لازم درستها، انا بحاول اعمل الفرشة كويس يا جماعة عشان لما اجي اقول لكم الخطة والستيب وايز ابروتش يبقى رسخنا المفاهيم والقواعد العامة، فيبقى بقى الكلام بعد كده سهل. What are the general principles of pharmacological treatment of asthma؟ القواعد العامة للعلاج الدوائي لحالات الربو. القاعدة الأولى، لابد من الأخذ في الاعتبار the possible reasons for uncontrolled asthma قبل ما تبدأ أو تظبط علاج الحالات دي. يعني قبل ما تبدأ علاج حالة أزمة أو تأجست العلاج بتاعها، ما تنساش إن أنت تدور على الأسباب المحتملة ليه العيان ده uncontrolled. مش بس السبب الوحيد إنه بياخد under treatment، لا، في أسباب تانية لازم تدور عليها عشان ما تعلاش بالخطوة بتاعة العلاج وانت ناسي ان في أسباب أخرى. ايه هي الأسباب الأخرى اللي تدور عليها؟ 8 حاجات. نمرة 1 alternative diagnosis. نمرة 2 associated comorbidities. في comorbidities يا جماعة مهمة قوي تدور عليها، لو موجودة في عيان الأزمة تظبطها له لأنها هتفرق معاه جدا في انها تحسن له الليفل اوف كنترول. مين هم الاسوشيتد كوموربيديتيز؟ اشهرهم الالرجيك راينايتس، الكرونيك ساينوسايتس، الجيرد، الاوبيزيتي، الفود الرجي. يبقى الخمس حاجات دول اسمهم اسوشيتد كوموربيديتيز. عيان عنده الرجيك راينايتس، فانت بدل ما كنت هتعلى بمثلا جرعه الكورتيزون، لا، عليك له الالرجيك راينايتس هيتظبط معاك. فهمتوا يا جماعه فكره القاعده دي؟ Take into account the possible reasons for uncontrolled asthma before starting or adjusting treatment for asthma. أول حاجة دور على alternative diagnosis. تاني حاجة دور على associated comorbidities. Allergic rhinitis, chronic sinusitis, GERD, obesity, food allergy. نمرة ثلاثة lack of adherence. إن العيان ده مش منتظم على العلاج. اوعى تنسى النقطة دي. نمرة 4 sub optimal inhaler technique. العيان بياخد الانهيلر غلط وهو ده اللي مخليه مش متظبط. اذا القصة مش بسهولة كده، تعالى انت جاي يقول والله ما تحسنتش اقول له طيب زود الجرعة، مفيش كده يا جماعة. دور على الاسباب الاول بتاعة ال uncontrolled asthma. في alternative diagnosis، في associated comorbidities، lack of adherence، sub optimal inhaler technique، كده 4. 5 smoking، مهم جدا يا جماعة. 6 environmental or seasonal factors، هي اللي ايه مأثرة عليه. 7 psychological factors، 8 socio-economic factors. دول الثمان حاجات اللي لازم تدور عليهم الاول عشان تفسر بيهم ان الازمة عند العيان uncontrolled قبل ما تعلى بـ level of treatment. القاعدة الثانية في علاج حالات الرب، انه after starting or adjusting medications for asthma review the response. انا مش بكتب وصفه للعيان واقول له خلاص كده ده علاجك، لا يا جماعه، لازم review the response of treatment. امتى؟ يعني on the average 4 الى 8 اسابيع. on the average 4 الى 8 اسابيع، ساعات احتاج اقل من كده، ساعات احتاج ابعد من كده حسب الحاله يعني، انما معظم الحالات الريفيو للريسبونس اوف تريتمنت بيكون في خلال 4 الى 8 اسابيع. يبقى مش بكتب العيان التريتمنت واسيب العيان. القاعدة الثالثة المهمة جدا جدا جدا، وهي تمثل خطأ شائع في الممارسة. لو العيان ده اتوصف له انهيلد كورتيكوستيرويد كمينتنس ثيرابي، فالعيان ده لازم ياخده اون ريجولار ديلي بيزس راذر ذان اون انترميتنت بيزس. الخطأ الكبير اللي بيقع فيه عيانين كتير وما بيتنبهش عليهم فيه، انه بخاخة الكورتيزون اللي انت واخدها دي بخاخة تؤخذ يوميا بانتظام وليست عند اللزوم.
مش وقت التعب بتقوم واخد لي البخاخة بتاع الكورتيزون. تمام؟ ممارسة خاطئة شائعة. يبقى لو انهيلد كورتيكوستيرويد اتوصف تبقى مفهم العيان ان ده فور ريجولار ديلي ثيرابي وليس انترميتنت ثيرابي. قاعدة الرابعة، ادجست ذا دوز، سواء ان انت بتعلى بيها بس بعد ما تتأكد انه الانكنترولد ازمة ملهاش سبب اخر، بس ما تنساش على الجانب الاخر ان انت تحاول تنزل بيها. ليه بحاول انزل بيها؟ ما العين كويس على الدوز دي، العين الحمد لله كويس، انا بحاول انزل بيها ليه يا جماعة؟ عايز اوصل للوست دوز ريكواير فور افكتيف ازمة كنترول. ما انا مش بس عايز اظبطه من ناحية السيمتومز، ده انا كمان عايز احاول اقلل السايد افكتس. يبقى تظبيط العلاج زي ما انت عايز تكنترول السيمتومز، فانت عايز تقلل السايد افكتس اوف ميديكيشن. يبقى اذا ادجست ذا دوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد مينتنس ثيرابي اوفر تايم، بهدف ان انت توصل لللوست دوز ريكوايرد فور افكتيف ازما كنترول. القاعده الخامسه والاخيره، انشور ذات ا تشايلد وذ ازما كان يوز his inhaler device at any asthma review. فأي زيارة للعيان يا جماعة ليك لازم في كل مرة، ولا تمل من تكرار النقطة دي، ان انت تتأكد انه بيستخدم الانهيلر صح. لازم تتأكد انه بيستخدم الانهيلر ديفايس صح. خلاص يا جماعة، دول الخمس قواعد العامة للعلاج الدوائي لحالات الربو. خلاص، قبل ما تعلى بالعلاج دور على البوسيبل ريزونز فور الكنترول بأزمة. عشان تبدأ او تظبط علاج أزمة، مش بس بتكتب وصفة وتسيب العيان، لازم تريفيو الريسبونس في خلال 4 ل 8 اسابيع. لو خدت قرار بان انت هتدي انهيلد كورتيكوسترويد، تعرفوا ان ده ريجولار ديلي ثيرابي وليس انترميتنت ثيرابي. الدوز بحاول انزل بيها لحد ما اوصل للوست دوز ريكوايرد فور افكتيف أزمة كنترول. ونمرة خمسة، كل مرة لا تمل من ان انت تعلم العيان وتأكد عليه على الطريقة الصحيحة لاستخدام الانهيلر ديفايس. تمام كده؟ دي الجنرال برينسيبلز اوف فارماكولوجيكال تريتمنت اوف ازمة. ونبدأ بقى دلوقتي نتكلم على الستيب وايز ابروتش، هيبقى ان شاء الله سهل جدا الستيب وايز ابروتش فور تريتمنت اوف ازمة كيسز. نمسك الخيط من اوله تاني يا جماعة. الحالة جات لي عيادة الشيست بسيمتومز اوف ازمة، مشيت معاها هيستوري واكزامينيشن واوبجكتيف تيست ووصلت الى تشخيص. الكلام ده بينطبق على العمر ما بين فوق 5 سنوات الى ما قبل 17 سنة. المجموعة التانية اللي هي تحت 5 سنوات دي هنقولها في الاخر لوحدها، بس انا هبدأ الاول دلوقتي بالستيب وايز ابروتش لعلاج الحالات اللي انا اكدت تشخيص الازمة فيها بالباثوي اللي انا قلت لكم عليه، اللي هم فوق 5 سنين الى ما قبل 17 سنه. لو سالت اي حد نون ميديكال حتى، حالات الربو بتتعالج بايه؟ هيقول لك بالبخاخ. صح، انهيلرز. حد عارف يا جماعه قصه او تاريخ ميلاد الانهيلرز كان ازاي؟ خلينا نخرج بره جفاف الماده العلميه شويه باللمحة التاريخية دي، وهي قصة في منتهى الجمال وهتتعلموا منها حاجات كتير. الانهيلرز يا جماعة تعتبر بدون مبالغة واحدة من أهم الفتوحات في الطب الحديث. اختراع أول بريشرايزد ميتر دوز انهيلر يرجع الفضل فيه لطفلة أمريكية اسمها سوزي. سوزي دي 13 years old female asthmatic child living in California. في يوم تعبت، جالها أزمة أتاك، وسألت أبوها a very simple innocent question. Very simple innocent question. سؤال فطري بريء، لكنه الحقيقة سؤال عبقري. قالت له إيه؟ قالت له why can't they put my asthma medicine in a spray like they do for hairspray or perfume. سؤال بريء جدا، يعني ليه ما بيحطوش الازمه ميديسين بتاعي في سبراي زي بالظبط السبراي بتاع الشعر او زي البرفيوم؟ حظها ان ابوها ده كان مين؟
كان دكتور جورج ميزون. دكتور جورج ميزون ده كان الأونر of Riker Drug Company، واحدة من أكبر شركات المستحضرات الطبية في كاليفورنيا. بنته سألته السؤال ده في أبريل 1955. الراجل اشتغل، خد السؤال بجدية، وراح لرئيس اسم الكيمياء عنده في الشركة بتاعته وقال له السؤال ده، احنا ليه ما نعملش الأزمة ميديسين؟ كان ساعتها أدرينالين وأيزوبرينالين، ليه ما نحطوش في سبراي زي الهير سبراي وزي البرفيوم؟ اشتغلوا على النقطة دي ومول المشروع، وخلال أقل من سنة قدر يحول حلم البنت دي إلى حقيقة. ظهرت للنور أول بريشرايزد ميتر دوز إنهيلر في مارس 1956. يعني شوفوا، البنت سألت السؤال في أبريل سنة 55 وظهرت للنور أول بريشرايزد ميتر دوز إنهيلر في مارس 56، خدت أبروفل من الـ FDA، وكان الدواء اللي فيها أيزوبروتيرنول. وبعد 10 سنوات تقريبا، سنة 1968 بالضبط يعني، ظهرت بقى بخاخة الفنتولين، وظهرت أول بخاخة كورتيزون اللي هي البيكلوميثازون. دي لمحة تاريخية سريعة عن الانهيلرز. نبدأ بقى بالستيب وايز ابروتش. عندنا ستيب 1، ستيب 2، ستيب 3، ستيب 4، and ستيب 5. وزي ما اتفقنا اللي هنتكلم عنهم دلوقتي يا جماعة اللي عمرهم فوق 5 سنين إلى ما قبل 17 سنة، وفي الآخر هقول لكم بالنسبة للأقل من 5 سنين هنعمل لهم إيه. طيب ستيب 1، ستيب 1 اللي هي أخف خطوة من خطوات العلاج، أخف خطوة من خطوات العلاج، إن العيان ده مش همشيه على كنترولر ميديكيشن، أنا هديله بس as needed inhaled short acting beta 2 agonist. يبقى ستيب 1 عبارة عن إيه؟ as needed inhaled سابة with no controller medication. طيب هل في other options تانية؟ يعني انت بتقولي الاوبشن البريفيرد اوبشن في ستيب 1 ان انت بتدي as needed inhaled سابة، في options تانية؟ يعني مثلا ينفع اديله oral سابة، ينفع اديله oral short acting theophylline، دول other options. ان اقول له وقت اللزوم خد oral ventolin، وقت اللزوم خد اورال شورت اكتنج ثيوفلين، اذر اوبشنز كانوا شغالين بيها زمان. دلوقتي يا جماعه ذيس اوبشنز ار نوت ريكومندد فور روتين يوز، الا بقى لو عيان مش عايز يستخدم بخاخ، وده يعني لازم تبذل مجهود شويه معاه وتفهمه الاول. مفيش حاجه اسمها ادمان للبخاخ، البخاخ ده احسن وسيله للسيطره على المرض وعلاجه وهكذا، انما لو اضطريت خلاص هتضطر تستخدمه. انما الريكومنديشن بتقول انه لا الاورال سابا ولا الاورال شورت اكتنج ثيوفلين ريكومندد فور روتين يوز، الاثنين دول نوت ريكومندد فور روتين يوز. ليه؟ اولا سلوور اونست اوف اكشن، ثانيا هاير ريت اوف سايد افكتس. زي ما هنقول في تفاصيل الدواء بعد ما هنقول خطه العلاج، هنتكلم بقى عن دواء بالتفصيل. ف due to slower onset of action and the higher rate of side effects، فالoral short acting beta 2 agonist الoral short acting theophylline are not recommended for routine use يا جماعة، حدش يستخدمهم في البراكتس. طيب دي step 1. step 2 اللي انا زي ما اتفقنا احنا قلنا قبل كده step 1 هبدأها لمين؟ واحد عنده في infrequent intermittent symptoms بدون risk factors. طب ستيب 2، ستيب 2 اللي هي اللي ببدأ بيها تقريبا لمعظم العيانين، يعني 95% من العيانين ببدأ لهم بستيب 2 اللي هي ايه؟ اللي هي هديله لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد زائد as needed inhaled سابة، يبقى هيمشي على بخاخة الكورتيزون بلو دوز ومعاه بخاخة الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست عند اللزوم، تمام كده؟ دي البريفيرد اوبشن في ستيب 2. طيب هل في اذر اوبشنز؟ في اذر اوبشنز. ايه هي الاذر اوبشنز؟ اول واحده ان انت بدل ما تدي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد ادي لوكوتراين ريسبتور انتاجونست، زي ما هنقول تفاصيل اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست بعد كده، انما يعني مثلا زي السنجولير مونتي لوكاست.
طيب ليه انا مش حاطه بريفيرد اوبشن وحاطه اذر اوبشن؟ لانه ثبت بعد دراسات عديده انه less effective than inhaled corticosteroid. less effective than inhaled corticosteroid. تمام؟ طيب دوره ايه؟ يعني هل يعني كده ملوش دور خالص؟ قالك لا، هو ممكن يبقى ليه دور في حالتين. الحاله الاولانيه انه البيشنت unwilling to use inhaled corticosteroid. انت فهمت العيان وحاولت تقنعه ورغم كده راسه قال في سيف ان بخاخه الكورتيزون دي انا مش هستخدمها. الاب والام رافضين تماما، خلاص لازم في النهايه هتحترم البيشنت بريفرنس، بس بعد ما تبذل يور بيست الاول في ان انت تفهمه. فبيشنتس unwilling to use inhaled corticosteroid ممكن ان انا ساعتها ادي بداله اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست. الابروبريت سيتويشن الثاني اللي ممكن استخدم فيه اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست patients with concomitant allergic rhinitis. لو واحد عنده ازمه مع allergic rhinitis، بدل ما تديله بخاخه كورتيزون للازمه وبخاخه كورتيزون للallergic rhinitis، كده الكومبلاينس هيبقى اقل، الادهيرنس للعلاج هيبقى اقل، والسايد افكتس هتبقى اكتر. فكده ممكن يبقى منطقي اني ممكن بدل ما ادي انهيلد كورتيكوستيرويد ادي لوكوتراين ريسبتور انتاجونست. دول يا جماعه الابروبريت سيتويشنز اللي ممكن يستخدم فيهم اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست كبديل للو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد. واضح؟ يبقى الاوبشن بتاع اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست في ستيب 2 هو ليه حاطينه alternative مش البريفيرد اوبشن؟ لانه ليس افكتيف. ثبت تماما ان هو ليس افكتيف عن الانهيلد كورتيكوستيرويد، ولكنه ممكن يبقى بديل ليه في حالتين: patients unwilling to use inhaled corticosteroids، patients with concomitant allergic rhinitis. طيب في اوبشنز ثانيه للستيب 2 غير اللو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد كبريفيرد اوبشن واللوكوتراين ريسبتور انتاجونست كالترناتيف اوبشن؟ في، كان مثلا زمان بيستخدموا الكرومولين صوديوم، صوديوم كروموجلايكيت انتال، كان زمان بيستخدموا الساستيند ريليز ثيوفلين، مش كده؟ حاليا برضو زي ما قلنا على الاورال فينتولين والاورال امينوفيلين ان هما not recommended for routine use، فنفس الكلام ينطبق على الكرومولين صوديوم والساستيند ريليز ثيوفلين، they are not recommended for routine use يا جماعه، خلاص not recommended for routine use، لا كرومولين صوديوم ولا ساستيند ريليز ثيوفلين. ليه؟ بالنسبه للكرومولين صوديوم lower efficacy، وثانيا delayed onset of action، فعشان كده اتشالوا من الجايد لاينز. لا الكرومولين صوديوم ينفع عشان الافيكاسي بتاعته اقل، والاونست اوف اكشن ده بيشتغل بعد اسابيع يا جماعه، يعني ممكن يقعد شهر على ما يشتغل، تمام؟ وفي نفس الوقت بيتاخد اربع مرات في اليوم، اقل حاجه ثلاث مرات في اليوم، فالكومبلاينس هتبقى اقل، فعشان كده اتشال الكرومولين صوديوم. ونمره اثنين الساستيند ريليف ثيوفلين، ليه ما ينفعش؟ لانه برضه لور افيكاسي وفي نفس الوقت نارو ثيرابيوتيك رينج، وبالتالي هيبقى ليه مور سايد افكتس. يبقى الكرومولين صوديوم والساستيند ريليز ثيوفلين الاثنين دول يا جماعه بره الاستخدام، not recommended for routine use، خلاص. يبقى دي ستيب 2. يبقى البريفيرد اوبشن في ستيب 2 لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد زائد اد نيدد انهيلد سابع. في اذر اوبشنز؟ مين؟ لوكوتراين ريسبتور انتاجونست. ليه محطوطه في الاذر اوبشنز؟ لانه ليس افكتيف ذان انهيلد كورتيكوستيرويد. طب ممكن يبقى مناسب امتى؟ في حالتين: patients unwilling to use inhaled corticosteroids، patients with concomitant allergic rhinitis. هل في دور للكرومولين صوديوم او للساستيند ريليز ثيوفلين؟ لا، they are not recommended for routine use. نيجي بقى للستيب 3 ونركز في ستيب 3. انا دلوقتي العيان يا اما ان هو not controlled على ستيب 2 بعد ما راجعني 4 ل 8 اسابيع، اقصى حاجه 3 شهور، ومش متظبط بستيب 2 فهضطر اعلى بستيب 3. بس امتى يا جماعه؟ بعد ما اتفقنا لازم الاول ادور على other reasons for poor asthma control، مظبوط؟ طيب هعلى بالستيب بتاعت العلاج الى ستيب 3، او من الاول زي ما اتفقنا ان هو جاي لي بسيفير بيرزيستنت سيمبتومز من الاول وعنده
one or more risk factors، فكده انا مش عايز اضيع وقت وهبدا له من الاول بستيب 3. ايه هي بقى ستيب 3؟ البريفيرد اوبشن في ستيب 3 ان انت تدي اللو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا. لابا اللي هي ايه؟ اللي هي لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. لونج اكتنج بقى، لونج اكتنج بيتا 2 اجونست، ودول بيبقوا مع بعض بخاخه واحده. هي البخاخه اللي معاك اللي انت بتستخدمها يعني هي كومبايند ثيرابي، فيها لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد وفي معاها لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. فبدل ما كنت بتدي له بخاخه فيها لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بس، لا هتدي له بخاخه فيها الكومباينيشن لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد مع اللابا، والبخاخه الثانيه اللي هي از نيدد انهيلد سابا. دي بكل الخطوات از نيدد انهيلد سابا، ما احنا قلنا فور اول بيشنتس، مش اتفقنا ان احنا من الاول بنقول انه الريليفر ده فور اول بيشنتس؟ طيب يبقى ده البريفيرد اوبشن، لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. طيب ايه الاذر اوبشنز؟ في اذر اوبشنز؟ الاذر اوبشن تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني انه بدل ما ندي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد مع اللابا، قال لك طب ما تعلى بالدوز بتاع الكورتيزون وخلاص، خليها ميديوم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد. وكلمة medium dose inhaled corticosteroid double low dose. هنقول تفاصيل الأدوية بعد شوية، بس خلينا نخلص بس الايه الابروتش كله. يبقى البريفيرد اوبشن اللو دوز انهيلد ستيرويد زائد لابا. طب الاذر اوبشنز حاجتين، في اوبشن ان انت تعلى بجرعة الكورتيزون من غير ما تضيف اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست. الحقيقة هذا الاوبشن ممكن يبقى بريفيرد للسن الصغير اللي هو ما بين 5 ل 12 سنه، كتير جدا بيفضلوا هذا الاوبشن بدل ما انا ادي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا، لانه السن الصغير ده اللابا مش مستحبه انها تتاخد فيه، وفي نفس الوقت نتائج الميديوم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بتبقى احسن من ان انت تديه مع اللابا. يبقى ميديوم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد يفضل في السن بين 5 ل 12 عن ان انت تدي كومباينيشن لو دوز مع لابا. يبقى ده الاوبشن الاولاني اللي هو ميديوم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد. بس هي الحقيقه الاراء مختلفه، يعني الاراء مختلفه مين البريفيرد. يبقى انا عندي دلوقتي اوبشن بيقول ادي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا، واوبشن تاني بيقول لا اعلى بس بالايه بالدوز بتاع الانهيلد كورتيكوستيرويد تبقى ميديوم دوز. والراي الاغلب بيقول ان ده بريفيرد في الاطفال between 5 to 12 years. الاوبشن الثاني ان انت تدي اللو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، وبدل ما تدي معاها لونج اكتنج بيتا 2 اجونست ادي معاها مين؟ ادي معاها لوكوتراين ريسبتور انتاجونست. ادي معاها لوكوتراين ريسبتور انتاجونست. الحقيقه انه هذا الاوبشن ليس افكتيف عن ان انت تدي ميديوم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد او ان انت تدي لو دوز مع اللابا. يبقى عندي كام اوبشن يا جماعه في الستيب 3؟ هي ستيب 3 وفيها ثلاثه اوبشن. واحد بريفيرد اللي هو لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا، واثنين الترناتيفز اللي هم ميديوم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد من غير لابا، من غير حد تاني معاها، وفي راي بيقول ان ده افضل في الاطفال اللي ما بين 5 ل 12 سنه. والالترناتيف الثاني اللي هو الاوبشن الثالث يعني لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد مع لوكوتراين ريسبتور انتاجونست بدل اللابا. بس الاجماع ان هذا الاوبشن ليس افكتيف، ليس افكتيف. ادي الاوبشنز اللي ممكن استخدمها في ستيب 3. نيجي لستيب 4، ايه اللي ممكن اعمله ثاني زياده عن اللي اتعمل في ستيب 3؟ ان انا بدل ما كنت بدي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا اخليها ميديوم تو هاي دوز. يبقى البريفيرد اوبشن في ستيب 4 ميديوم تو هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا، وطبعا زائد از نيدد انهيلد سابا. ده البريفيرد اوبشن. طيب هل عندك اوبشنز اخرى؟ هل عندك اوبشنز اخرى للميديوم تو هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا؟ في اوبشنز اخرى؟ هنا بقى ممكن ان احنا ندخل الحاجات اللي انا كنت بقول لكم عليهم اد اون ثيرابيز. اد اون ثيرابيز زي ايه؟ زي مثلا بدل مادي انهيلد كورتيكوستيرويد ومعاهم لابا، ممكن ادي انهيلد كورتيكوستيرويد ميديوم تو هاي دوز ومعاهم لاما، بدل لابا لاما.
ايه لاما دي؟ لاما اختصار long acting muscarinic antagonist. long acting muscarinic antagonist لاما. الدواء بتاعهم اسمه تايوتروبيوم. انتوا فاكرين الشورت اكتنج ماسكارينيك انتاجونست اللي هو الابراتروبيوم برومايد. اللونج اكتنج ده اسمه تايوتروبيوم برومايد. تايوتروبيوم برومايد. التايوتروبيوم برومايد اللي هو لونج اكتنج ماسكارينيك انتاجونست لسه من كام شهر ابروفد انه يتاخد في الاطفال من سن 6 سنوات. كان قبل كده حتى الجايد لاينز اللي هي بتاعه السنه اللي فاتت كان مكتوب فيها من 12 سنه. دلوقتي خد ابروفال من 3 4 شهور كده, خد ابروفال انه يتاخد في الاطفال من سن 6 سنوات. وفي ميزه كبيره جدا انه بيتاخد وانس ديلي. يعني التايوتروبيوم زي ما هنقول في تفاصيل الادويه بعد شويه بيتاخد مره في اليوم. البخاخ بتاعته بتتاخد مره واحده يوميا, فده برضو كويس في الكومبلاينس. الالترناتيف الثاني في ستيب 4 ان انا ادي لو دوز sustained release theophylline. low dose sustained release theophylline وبرضو زي ما قلنا less effective وبالتالي مش routinely recommended. alternative ثالث والالترناتيف رابع حاجات غير دوائيه هقولها لكم في نهايه المحاضره لما اتكلم عن non pharmacological treatment. يعني في تو non medical alternatives اقدر استخدمهم كاد اون ثيرابي لو الميديان تو هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا ما جابش معايا نتيجه. احنا قلنا في احتمال ان انا ادي التايوتروبيوم, وفي اوبشن ان انا ادي لو دوز ساستيند ريليز ثيوفلين, وفي اذر تو اوبشنز نون ميديكال او نون دراج يعني هنقولهم في النهايه. دي ستيب 4 يا جماعه. طب عيان وصلت معاه لميديان تو هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا وحاولت استخدم الاذر اوبشنز, لو ما اتظبطش على كده حاولت استخدم الاذر اوبشنز اللي هي الاد اون ثيرابيز اللي قلت لكم عليها ولم يتحسن uncontrolled. اول خطوه قبل ما تفكر تدي له علاج تاني, اول خطوه ريفير تو هيلث كير بروفيشنال. دي مش حالتك, دي حاله عايزه سبيشاليست, عايزه بالمونولوجيست او اليرجيست. محتاج بقى ان انا احوله الى بالمونولوجيست او اليرجيست. طالما وصلت لستيب 4 والحاله ان كنترول, دي بنقول عليها ريفراكتوري سيفير ازمه, ودول نسبتهم 5% من عيانين الازمه. ريفراكتوري سيفير ازمه, فدي مش حالتك, ريفير بالمونولوجيست او اليرجيست شاطر يقدر يتعامل معاهم. هيتعامل معاهم ايه؟ يعني الاسلحه اللي ممكن يستخدمها. اولا هيعلى بالدوز بتاع الكورتيزون الى اقصى جرعه, هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد طبعا بلس لابا مش كده, ويبدا يضيف بقى ثيرد اد اون ثيرابي. ثيرد اد اون ثيرابي, الثيرد اد اون ثيرابي ده ممكن يكون تايوتروبيوم اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي, ممكن يكون انتي اي جي اي, ممكن يكون انتي انترلوكين 5. دي الادويه الجديده يا جماعه اللي هي دلوقتي بتستخدم في ستيب 5. اللونج اكتنج ماسكارينيك انتاجونست اللي هو لاما, اللي هو تايوتروبيوم. التايوتروبيوم اسمه في السوق اسبيريفا. اسبيريفا وبيتاخد بانهيلر مخصوص اسمه ريسبي مات انهيلر, جهاز مخصوص كده لان هو بودره, ففي جهاز مخصوص بيحوله الى رذاذ بيجي معاه. زي ما قلت لكم هو ميزته ان هو مفعوله 24 ساعه, وبالتالي يفيدني قوي في العيان اللي بيجي له ريكارنت اكزاسيربيشنز, رغم ان انا بحاول اظبطه بستيب 4 ورغم كده بيجي له ريكارنت اكزاسيربيشن. فيفيدني قوي ان انا استخدم دواء طويل المفعول اللي هو بيقعد 24 ساعه زي التايوتروبيا او الاسبيريفا. اسبيريفا بتنتجه شركه بورينجر, بيتاخد بختين مره واحده الصبح في اليوم. بس طبعا المشكله ان سعره غالي, يعني سعره مع الجهاز بتاعه اللي بيتاخد بيه اللي هو الريسبيمات انهيلر سعره حوالي 50 دولار, فدي مشكله ان سعره غالي. الدواء الثاني اللي هو مهم جدا للعيانين بتوع السيفير ريفراكتوري ازمه اللي هو انتي اي جي اي. انتي اي جي اي, الانتي اي جي اي اسمه العلمي اوماليزوماب. اوماليزوماب اسمه التجاري زولير. زولير ودي حقن بتتاخد سبكتينيوس انجكشن,
وابروفد برضو للعيانين من سن 6 سنوات. فعيان 6 سنين وبروفد ان هو سيفير اليرجيك ازمة وان كنترولد على ستيب 4 تريتمنت، فتقدر تديله الحقن بتاع الاوماليزوماب. ميزتها طبعا ان انت بياخد حقنه كل اسبوعين او كل شهر، فيعني حاجه ممتازه في الكومبلاينس ونتائجه هايله. بس هي المشكله بتنتجه شركه نوفارتس، بس هي المشكله ان سعره غالي جدا. يعني انا كنت بقول لكم مثلا التايوتروبيوم سعره $50 البخاخ، انما الاوماليزوماب الحقنه سعرها $600. دواء ثالث بيستخدم في ستيب 5 اللي هو انتي انترلوكين 5 اسمه العلمي ميبوليزوماب، يعني انتي اي جي اسمه اوماليزوماب. الانتي انترلوكين 5 اسمه ميبوليزوماب، اسمه نوكالا في السوق، نوكالا فايل، برضو بتتاخد سبكوتينيوس انجكشن، حقنه كل شهر، بس ده ابروفد لسن فوق 12 سنه، ما بتاخدش قبل 12 سنه، وسعره اغلى بقى. ده كنت بقول لكم الاوماليزوماب اللي هو الانتي اي جي اي سعر الحقنه $600، فالميبوليزوماب سعر الحقنه $1800. وده بيبقى سوتابل للعيانين اللي عندهم سيفير ايزينوفيليك ازمه. يعني عملت سبيوتم اناليسز لقيت فيه اكسسيف ايزينوفيل، فلما تلاقي فيه سيفير ايزينوفيليك ازمه ان كنترولد على ستيب 4 يبقى مناسب ليه الميبوليزوماب اللي هو انتي انترلوكين 5. يبقى تاني عشان ما تهوش مني، ستيب 5 واحد بعلى معاه لاقصى جرعه. انا عشان كده قلت لكم من الاول ان ستيب 5 دي مش بتاعتكم، ستيب 5 دي ريفير ذا كيس تو ايبالمونولوجيست او اليرجيست. هيعلى بالجرعه بتاعه الكورتيزون، يبقى هيدي هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويدز، تمام، بلس لابا بلس ثيرد اد اون ثيرابي. ممكن يضيف التايوتروبيوم لو كانت المشكله كلها ان في فريكوينت اكزاسيربيشن، ممكن يضيف الانتي اي جي اي اللي هو الاوماليزوماب انجكشن لو كانت عنده سيفير اليرجيك ازم. اليرجيك يعني ايه؟ اليرجيك يعني عملت الاي جي اي وطلع عالي، يبقى ساعتها ادي الانتي اي جي اي. طيب افرض عملت السبيوتم ولقيت فيه ايزينوفيليا، يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ان انسب حاجه ليه انه يدي انتي انترلوكين 5. دي الاوبشنز اللي بريفيرد في حالات البرزيستنت سيفير ازمه ان كنترولد على ستيب 4 اللي بنقول عليها ريفراكتوري سيفير ازمه. طيب في اذر اوبشنز يا جماعه للستيب 5 غير الحاجات الغاليه دي؟ ياخد له قرص كل يوم بريدنيزولون 5 مللي جرام كل يوم مثلا، تمام. كلمه لودوز بنقصد بيها اقل من 7.5 مللي جرام بير دي، يعني قرص بريدنيزون كل يوم، قرص بريدنيزولون كل يوم، تمام. الاذر اوبشنز الاخرى برضو ان زي ما قلت لكم ان في عندنا حاجتين مهمين جدا هنقولهم في النهايه في النون ميديكال تريتمنت اوف ازمه. طيب نلخص بقى الستيب وايز ابروتش بسرعه. نلخص عندنا كام خطوه يا جماعه في الستيب وايز ابروتش فور تريتمنت اوف ازماتيك بيشنتس؟ عندنا 5 خطوات. اول خطوه في العلاج انه العيان ده همشيه على as needed inhaled SABA with no controller medication. هل في other options؟ في، بس مش مستحبة، اللي هما الاورال SABA والاورال short acting theophylline. ليه مش مستحبين؟ عشان slower onset of action و higher rate of side effects. طب step 2 البريفيرد option ان انا هدي low dose inhaled corticosteroid زائد as needed SABA. طب في other options؟ في الاذر اوبشن الرئيسي هو اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست، ومش حاطه انه يبقى بريفيرد اوبشن لانه ليس افكتيف عن الانهيرد كورتيكوستيرويد، ولكنه ممكن يبقى سوتابل الترناتيف في حالتين: لو بيشنتس ان ويلينج تو يوز انهيرد كورتيكوستيرويد، او بيشنتس وذ كونكوميتنت الرجيك راينايتس. الاذر اوبشنز اللي هم مش مستحبين فور روتين يوز الكرومولين صوديوم والسستيند ريليز ثيوفلين. ستيب 3 هعلى بجرعه الكورتيزون ولا هضيف معاها لابا ولا هضيف معاها لوكوتراين؟ ادي 3 حاجات بتوع ستيب 3. البريفيرد لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا،
الالترناتيفز او الاذر اوبشنز ان انا ادي ميديم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، بس زي ما قلت لكم دي بتفضل عند ناس كتير في الاطفال اللي ما بين 5 ل 12 سنه. والالترناتيف الثاني ان انا ادي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لوكوتراين ريسبتور انتاجونست وان كانت ليس افكتيف. ستيب 4 هعلى بالكورتيزون الى ميديم تو هاي دوز بلس لابا. ستيب 5 انه هعلى بالكورتيزون الى هاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد وهدي معاه لابا وهدي معاه ثيرد ميديكيشن اد اون ثيرابي، سواء كان لونج اكتنج ماسكارينيك انتاجونست اللي هو الكايوتروبيوم، او كان انتي اي جي اي اللي هو الاوماليزوماب انجكشن، او كان انتي انترلوكين 5 اللي هو الميبوليزوماب انجكشن. في اذر اوبشنز، في ان معيش فلوس مش هقدر اجيب الحاجات الغاليه ديت، فبضطر ان انا ماشي على الهاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا بلس لو دوز اورال كورتيكوستيرويد. وكونسيدر النون فارماكولوجيك ثيرابيز اللي انا هقول لكم عليها في نهايه المحاضره. طيب نرجع بقى للمجموعه اللي انا كنت سايبها للاخر اللي هم الاطفال من 0 الى 5 years. دول suspected ازمه ما خدوش الختم يا جماعه، صح؟ دول suspected ازمه ما خدوش الختم، هتصرف معاهم ازاي؟ والله لو infrequent intermittent symptoms ومفيش risk factors خلاص مجرد بس تديهم as needed سابا الون من غير اي controller medication. طب افرض انه عندهم persistent symptoms او حاولت معاهم بالas needed سابا وما جابش نتيجة، اتصرف ازاي؟ احتمالية كبيرة كده العيال دي ازماتك، العيال دي عايزة controller medication، صح؟ بس انا مش مشخصهم ازمة، اعمل ايه؟ كده بقى مسموح لي ان انا اعمل الترايل ثيرابي. فهعمل ترايل ثيرابي بالكنترولد ميديكيشن واشوف هيستجيبوا ولا مش هيستجيبوا. الترايل ثيرابي يا جماعه للعيانين دول عشان اخد قرار ان دول ازماتك ولا لا ما بيكونش بلو دوز. الترايل ثيرابي بيكون 8 اسابيع بمودريت دوز انهيلد كورتيكوستيرويد. وانا قلت لكم من شويه ان كلمه مودريت دوز انهيلد كورتيكوستيرويد في الاطفال يعني دبل ذا لو دوز، دبل ذا لو دوز. زي ما هنقول بعد شويه ايه هي اللو دوز والميديم دوز والهاي دوز. فالمهم ان كلمه مودريت دوز يعني دبل ذا لو دوز. يبقى لو حد من الاطفال الاقل من 5 سنين عنده persistent symptoms او uncontrolled with سابا الون، consider 8 week trial with moderate dose inhaled corticosteroids. هيبقى عندي كام احتمال؟ يا اما ان السيمتومز بيرزيست ولا تتحسن وكده يبقى انت ماشي في سكه غلط والحاله دي غالبا alternative diagnosis than ازمه، يبقى refer to ايه؟ refer to specialist pulmonologist او allergist. طيب الحاله اتحسنت، الحاله اتحسنت ولكن بعد ما وقفت خلاص خلص الثمان اسابيع الترايل بتاعتي وتحسن الحمد لله وبتابعه بقى، لقيته في خلال اقل من 8 اسابيع من ايقاف الانهيلد كورتيكوستيرويد رجع تاني، يعني بعد شهرين 3 شهور رجع تاني السيمتومز رجعت تاني، ساعتها نعمل ايه؟ طالما السيمتومز رجعت بعد اكتر من 8 اسابيع عيد الترايل تاني، يبقى repeat 8 week trial of moderate dose inhaled corticosteroid. خلاص؟ لان انا مش عارف هي رجعت عشان جاله اي فيروس انفكشن ولا رجعت عشان هو ازماتك ووقفت عنه الانهيلد ستيرويد، لانها خدت فتره على ما رجعت، فهو ده اللي شككني، يبقى اقدر اعيد الترايل تاني. انما لو السيمتومز رجعت بسرعه اسبوع اتنين من ايقاف الانهيلد كورتيكوستيرويد رجعت السيمتومز، يبقى ده فعلا غالبا ازماتك. اتحسن في فترة الترايل ثيرابي وأول ما وقفت أسبوع اتنين أقل من 4 أسابيع رجعت السيمتومز، يبقى ده فعلا غالبا أزماتك وأبدأ أمشي معاه بقى الإيه؟ الستيب وايز أبروتش. فهمتوا يا جماعة فكرة الترايل ثيرابي للعيانين الأقل من 5 سنوات؟ لو عيان infrequent intermittent symptoms وما عندوش ريسك فاكتورز يبقى أوفر أز نيدد سابق ألون وتابعه شوف إيه أخباره. لقيته ما تصلحش او هو من الاول جاي ببرزيستنت سيمتومز يبقى هاخد قرار انه اعمل له ترايل ثيرابي، بديله 8 اسابيع ترايل وذ مودريت دوز انهيلد كورتيكوستيرويد اللي هي دبل ذا لو دوز واشوف ايه الاخبار. ما تصلحش يبقى ريفير تو سبيشاليست.
اتصلح وقعد فترة شهرين ثلاثة وبعدين رجعت له السيمتومز، انا مش عارف هو كده رجعت له عشان ازمة ولا رجعت له عشان الفيرال انفكشن جات له، يبقى ساعتها هعيد الترايل ثيرابي مرة تانية. طيب سيمتومز ريزولفد وريكيرد within 4 weeks of stopping inhaled corticosteroid، يبقى كده ده يرجح تشخيص الأزمة تمام، وأبدأ امشي معاه بالستيب وايز ابروتش. ستيب وايز ابروتش في الأطفال اقل من 5 سنين صغيرة، ما هياش كبيرة، 3 خطوات بس، ما عنديش خطوات كتير زي السن الاكتر من 5 سنين، باختصار لانه اللابة not recommended انها تتاخد قبل 5 سنوات، يعني long acting beta 2 agonist ما بتتاخدش قبل 5 سنوات، وبقية الأدوية اللي أنا قعدت أحكي لكم عليها كلها بتتاخد فوق 6 سنين أو فوق 12 سنة. فأصبح دلوقتي ما عنديش أسلحة أستخدمها في الأطفال الأقل من 5 سنوات اللي أنا عملت لهم ترايل ثيرابي وأكد لي أنه غالبا دول أزماتيك وعايز أبدأ معاهم الستيب وايز تريتمنت أبروتش، فما عنديش أسلحة أستخدمها يا جماعة غير إيه؟ غير الإنهيلد كورتيكوسترويد واللوكوترين. عندي حاجة تانية؟ ما عنديش. هم دول الحاجتين اللي اقدر استخدمهم. فهمشي معاهم ازاي؟ همشي معاهم بانه هديهم مينتنس ثيرابي وذ لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد زائد سابق از نيدد. خلاص دي اول خطوه، اول خطوه اللي هي زي قبل كده زي اللي كانوا اكبر، يعني لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد زائد سابق وتابعوا 4 ل 8 اسابيع. اتظبط ممتاز. طب ما اتظبطش في خلال 8 اسابيع، يبقى ساعتها هضطر ان انا ادي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لوكوتراين ريسبتور انتاجون. يبقى ما تظبطش باللو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد لوحدها، يبقى اضيف معاه مين؟ اضيف معاه لوكوتراين ريسبتور انتاجونست. والاوبشن الثاني ان انا ادي مودريت دوز انهيلد كورتيكوستيرويد. يبقى لما تظبطش على اللو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد لوحدها، يا اما تعلى بالدوز لمودريت دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، يا اما تضيف معاه مين؟ لوكوتراين ريسبتور انتاجونست، وتتابعوا الاربع لثمان اسابيع بتوعها. ما تظبطش، ما عنديش بقى يا جماعه، ما تظبطش، ما عنديش اكتر من كده، ما عنديش اكتر من كده في ايدي اعمله. يبقى ما تظبطش على اللو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بلس لوكوتراين ريسبتور انتاجونست او على المودريت دوز انهيلد كورتيكوستيرويد، يبقى ساعتها ريفير تو هيلث كير بروفيشنال فور فيردر انفستيجيشنز اند مانجمنت. يبقى دي الحاله مش بتاعتك. فاذا الخطه قصيره في الاطفال اقل من 5 سنوات، ما فيهاش اكتر من كده. اهم تكه فيها البدايه، ان الحالات دي اصلا ما خدتش الختم بتاع الازمه، فمسموح لي ان انا اعمل لهم ترايل ثيرابي بال مودريت دوز انهيلد كورتيكوستيرويد لمده 8 اسابيع. دي البدايه يا جماعه، تمام؟ طبعا لو هم من الاول infrequent intermittent symptoms ومفيش ريسك فاكتورز، خلاص يبقى مجرد ان انت هتتابعه وخلاص. انما لو هو عنده persistent symptoms بعد ما اديته انهيلد سابق از نيدد ما تظبطش، يبقى ساعتها consider 8 week trial with moderate inhaled corticosteroids. خلاص؟ وقلنا الاحتمالات ان هو ما تصلحش، يبقى refer to specialist. اتصلح والسيمتومز رجعت بعد اكتر من 8 اسابيع، هعيد الترايل تاني عشان اتاكد. طب اتصلح بس السيمتومز رجعت في خلال اسبوع 2 3 اقل من 4 اسابيع، يبقى ده خلاص ده غالبا ازماتيك، وابدا امشي معاه بالستيب وايز ابروتش. الستيب وايز ابروتش اللي عندي هنا ما عنديش اكتر من خطوتين، خطوه الانهيلد لودوز انهيلد كورتيكوستيرويد، والخطوه الثانيه يا اما اعلى بيها الى مودريت دوز انهيلد كورتيكوستيرويد او اضيف معاه لوكوتراين ريسبتور انتاجونست. ما تصلحش، يبقى كده الحاله مش بتاعتي، وبوديها الى بالمونولوجيست او الرجيست. ادي الستيب وايز ابروتش للازماتيك تشيلدرن، سواء المجموعه اللي هي فوق 5 سنوات الى ما قبل 17 سنه، والمجموعه اللي هي تحت الخمس سنوات. باقي لي حاجه في الستيب وايز ابروتش اللي هي ستيبنج اب وستيبنج داون. احنا قلنا في وسط الكلام بس برضو للتأكيد، امتى بعمل ستيبنج اب، امتى بعمل ستيبنج داون. الستيبنج اب في منه نوعين، سستيند ستيبنج اب. سستيند يعني ايه؟ سستيند يعني لمده شهرين لثلاث شهور، وده بعمله لو السيمتومز استمرت او تعددت الاكزاسيربيشن، بالرغم من انا ماشي على الخطوه بتاعتي لمده 2 لثلاث شهور،
بس زي ما اتفقنا ما اعملش الستيبنج اب الا لما اتاكد ان السيمتومز دي confirmed to be due to asthma وليس due to other diagnoses. والتاني حاجة ان الانهيلر تكنيك and adherence are satisfactory, العين ده ماشي مظبوط على العلاج وبياخده صح. تالت حاجة ان الريسك فاكتورز دورت عليها وحاول ان انا اعمل لها treatment او modification. فبالتلات شروط دول اقدر اعمل stepping up لو العين ما تضبطش لمدة 2 الى 3 شهور على خطوة العلاج. في حاجة اسمها short term stepping up. short term stepping up يعني ايه؟ يعني اقدر ان انا ارفع التريتمنت ستيب لمدة بس اسبوع لاسبوعين, وده بيكون اثناء الفيرال انفكشن او الالرجن اكسبوجر, موسم حبوب اللقاح مثلا وده بيتعبه او جاله فيرال انفكشن, فساعتها بس برفع الستيب بتاع التريتمنت لمدة for short period اللي هي اسبوع الى اسبوعين. دي كلمة stepping up. يبقى stepping up, واحد كان ماشي على step 2 هرفعه لstep 3 امتى؟ يا اما sustained اللي هي لمدة 2 ل 3 اشهر, يا اما short term اللي هي 1 to 2 weeks اثناء الفيرال انفكشن او الالرجن اكسبوجر. طب بالنسبة للstepping down, نركز بقى في الstepping down دي. عيان الحمد لله الحمد لله بدأت معاه العلاج وتظبط معايا تمام خلاص, فامتى بقى ابدا اعمل stepping down؟ احنا اتفقنا مع بعض انه الستيبنج داون هدفه ايه؟ هدفه ان انا اوصل للlowest treatment that controls both symptoms and exacerbations, وبالتالي اقدر اقلل السايد افكتس, مش كده؟ امتى اعمل ستيبنج داون؟ لا يقل عن 3 اشهر يكون العيان متظبط معاك, لا يقل عن 3 اشهر. احنا قلنا في الستيبنج اب من شهرين الى 3, وساعات بعد شهر افرض ان هو من الاول ما اقدرش اصبر اكتر من كده, اعلى يعني اقل مده للستيبنج اب شهر, انما اقل مده للستيبنج داون 3 شهور يا جماعه. لازم على الاقل يتنوا 3 شهور متظبط معاك عشان تقول ده ايه, تعال نحاول ننزل بالتريتمنت خطوه لتحت. الحاجه الثانيه في الستيبنج داون, ما تحاولش ان انت تعمل ستيبنج داون للعلاج في فتره زمنيه غير مناسبه. يعني ايه فتره زمنيه غير مناسبه؟ يعني مثلا واحد عنده فايرال انفكشن, واحد في مثلا في الوقت ده سيزونال اكسبوجر, فما اجيش اعمله مثلا في شتاء وفي فايرال كولد ويذر وفايرال انفكشن كتير او موسم حبوب لقاح, او اختار وقت مناسب لان انت تعمل ستيبنج داون. ثالث حاجه مهمه في الستيبنج داون انه لما تيجي تنزل بجرعه الكورتيزون, بخاخة الكورتيزون يعني, ما تنزلش بيها مره واحده, لا بننزل بيها ما بين 25 الى 50% كل 3 شهور. يبقى ينفعش انزل اكتر من كده, 25 اقصى حاجة 50% كل 3 اشهر, ده انزل بجرعة الكورتيزون التاني. طيب هل اقدر انزل بيها لحد ما اوقفها خالص؟ لا, don't completely withdraw the inhaled corticosteroids في الادلتس وفي الادوليسنس. يعني لو حد ادلت او ادوليسنت confirmed diagnosis of asthma اقدر ان انا اسحب الحاجات الاخرى, انما الكورتيزون ما انزلش بيه عن اللو دوز, ما بوقفوش خالص. طب في الاطفال اقدر اوقفه؟ اقدر, بس بشرط ايه؟ بشرط ان العيان ده يكون عنده نو سيمتومز على الاقل على الاقل 6 شهور الى سنه. يبقى كونسيدر ستوبنج بالنسبه للادلتس والادوليسنس, مش هوقف. بالنسبه لي الاطفال الشرط بتاعي عشان اقدر اوقف الكورتيزون خالص واشوف اخباره ايه, الحمد لله خف ولا لا, 6-12 شهر نو سيمتومز ونو ريسك فاكتورز. عيان ما عندوش ريسك فاكتورز, عيان قعد معايا 6 شهور سنه ما فيش سيمتومز, يبقى ده اقدر ان انا اوقف البخاخ بتاع الكورتيزون تماما واشوف اخباره ايه. هو في عيانين بيخفوا؟ ايوه في عيانين بيخفوا. يعني لو قلت لكم بالنسبه للبروجنوزيس اوف ازمه في الاطفال, نص الحالات يا جماعه بتخف على الادلتوت والنص التاني بيتنو. مين هيخف ومين هيتنو؟ nobody can tell, nobody can tell. انت هتبقى من 50% اللي هيحصل لهم كومبليت كيور, ولا انت من 50% اللي هيكمل, سواء يكمل بنفس شده المرض او بتبقى بدرجه اقل. ف nobody can tell, عشان كده مش هعرفها الا لما اوقف العلاج واشوف, بس ما اقدرش اوقف العلاج زي ما اتفقنا الا لما يكون قاعد من 6 شهور الى سنه, من 6 شهور الى سنه
باللو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد بدون سيمتومز وما عندوش ريسك فاكتورز اللي احنا قلناها في الاول. تمام؟ انهي الستيب وايز ابروتش عشان ابدا بقى اتكلم عن الادويه دواء دواء ب تو امبورتنت كومنتس. حد سال سؤال محترم جدا، قال لك انا ماشي العيان على علاج معين ولما جيت قريت الجايد لاينز دي لقيت ان هو بيقول لي لا الجايد لاين حاجه تانية غير اللي انا ماشي عليها. يعني مثلا عيان انا ماشي في ستيب 2 مثلا على اللوكوتريين ريسبتور انتاجونست، وهو جه قال لي المفروض ان انت تمشيه على لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد دي البريفيرد اوبشن، بس العيان الحمد لله متظبط معايا، فهل امشي بقى بالجايد لاين؟ قال لك لا، وير ريكومنديشنز ريبريزنت ا تشينج فروم ذا تراديشنال كلينيكال براكتس. ايه التصرف السليم بقى هنا؟ اني تشايلد هوز ازما از ويل كنترولد اون هيز كارنت تريتمنت، ما تغيرلوش التريتمنت لمجرد ان انت هتقول انا همشي حسب الجايد لاين. لا الحمد لله العيان متظبط، الجايد لاين دي مش قران، دي مش قران عشان ان انت لازم تمشي عليها، هي محاوله الى اختيار العلاج الافضل او الامثل، ولكن مش 100% ان هي احسن حاجه. وبالتالي افرض ان انت ماشي على حاجه قبل ما تعرف الجايد لاينز دي ولما جيت قريت لقيت المفروض تدي حاجه تانية، اتصرف ازاي؟ شوف العيان بتاعك اخباره ايه، يعني الكيف الموضوع ده هو العيان اخباره ايه. العيان متظبط خلاص ما تغيرش التريتمنت بتاعك. تمام كده؟ طيب الكومنت التاني برضو المهم، انا قلت لكم قبل كده انه زمان كانوا بيعملوا الستيب وايز ابروتش ده بناء على سيفيريتي اوف سيمتومز، يقسم العيان الاول هو انترميتنت ولا مايل بيرزيستنت ولا مودريت بيرزيستنت ولا سيفير بيرزيستنت، وبناء على التقسيمه دي يختار الايه الستيب بتاع تريتمنت. اتفقنا مع بعض ان الكلام ده خلاص بقى اوبسوليت، وانه اللي بيحصل دلوقتي ان انا بشوف الليفل اوف كنترول والريسك فاكتورز وبناء عليهم بختار العلاج، وبعد ما ابدا العلاج واظبطه بناء عليه ابدا ان انا اقول العيان ده يقع في انهي كاتيجوري. فلو اسمه ريتروجريد اسسمنت اوف سيفيريتي اوف كرونيك ازما اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو التريتمنت ريفيو. انت اديت العلاج وبتريفيو الريسبونس لهذا العلاج، وبناء عليه بتشوف العيان كنترولد بانهي ستيب، وبناء عليه بتصنف العيان. فالعيان لو ويل كنترولد على ستيب 1 ده اسمه انترميتنت ازمه، العيان لو ويل كنترولد على ستيب 2 اسمه مايلد بيرزيستنت ازمه، العيان لو ويل كنترولد على ستيب 3 اسمه مودريت بيرزيستنت ازمه، طب العيان لو ويل كنترولد على ستيب 4 اسمه سيفير بيرزيستنت ازمه، طب العيان ما اتظبطش بستيب 4 اسمه ريفراكتوري سيفير ازمه، وببدا بقى ادي اشوف ستيب 5 بس مش انا اللي بعملها، بحولها الى بالمونولوجيست او الرجيست. كده يا جماعة خلصنا الجزء الأول من محاضرة Management of Pediatric Asthma. بقيلكوا النص الثاني من المحاضرة اللي هو هنتكلم بقى فيه بالتفصيل عن كل دواء من الأدوية اللي بتستخدم في العلاج، وبالتفصيل عن كل الحاجات الأخرى اللي بنقول عليها Non-Pharmacological Treatment of Asthma. يعني بالنسبة للميديكال هنقول انواع البخاخات واسمائها ايه في السوق والجرعه ايه ونستخدمها ازاي، تفاصيل بقى البراكتس بتاع العلاج، وبرده النون فارماكولوجيكال تريتمنت لان في حاجات كتير جميله جدا دلوقتي شغاله وممتازه كنون فارماكولوجيكال تريتمنت. فالتفاصيل دي هنقولها ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضره، انما احنا الحمد لله خلصنا في الجزء الاول نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه ريجاردنج The diagnostic pathway of asthma، وأصبح pathway واضح وصريح ومحدد ولا مجال فيه لللبس، وفهمنا الستيب وايز ابروتش سواء في السن الأقل من 5 سنوات أو السن اللي فوق 5 سنوات إلى ما قبل 17 سنة. أتمنى أن يكون الجزء الأول من محاضرة المانجمنت اوف بيدياتريك أزمة عجبكم، وإلى اللقاء في الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن الأدوية بالتفصيل. أتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.